أهلا بكم. لا تتقاعد الأعياد ولا تفقد الأمل من تفقد المشردين، أولئك الذين لم تعد من خيمة فوق رؤوسهم في قطاع غزة. بعضهم كان اليوم يتحدى القتل بكعكة عيد صنعتها امرأة في خان يونس وبكت عند اختمارها. وينتظر أطفال غزة قدوم عيد وقف إطلاق النار الذي راوغت فيه إسرائيل كثيرا ولا تزال، وهي إذ تهدد لبنان منذ 8 أشهر، فأن هذا التهديد لم يأخذ شكل الحرب الموسعة لأن لها أكلافها على العدو. وسيصل إلى تل أبيب يوم الاثنين الموفد الأمريكي أموس هوكستين الذي ينتقل الثلاثاء إلى بيروت. فماذا سيحمل من أوراق حول القرار 1701 وتبريد الجبهات؟ وهل ستكون هذه الفرصة الأخيرة؟ في حلقة الليلة نناقش هذه المواضيع إضافة إلى الملفات الداخلية وأبرزها الملف الرئاسي الذي يبدو أنه مرتبط بتسوية شاملة وكاملة رغم الجهود والمبادرات والحراك الداخلي. أستضيف في حلقة الليلة عضو كتلة الجمهورية القوية نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا غسان حصباني والصحافي والكاتب السياسي رضوان عقيل، ويطل معنا أيضا لمناقشة المبادرات الداخلية كل من عضو كتلة الاعتدال سجيع عطية، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن، وعضو تكتل لبنان القوي جيمي جبور. ولكن مثل العادة فقرة أولا بالبداية مع جان عزيز وحسين أيوب. أستاذ جان عزيز مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. أستاذ حسين أيوب مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، وبدنا نقول أضحى مبارك لإلكن وللمشاهدين على أمل أن تحمل الأعياد معها بعض الأمنيات بواقع أفضل أو بهدوء ما يعم هذا التوتر أو هذا الاضطراب الذي تعيشه المنطقة ككل. بفقرتنا اليوم بدنا نناقش المخاوف من الحرب الموسعة على ضوء التصعيد الذي جرى خلال هذا الأسبوع، زيارة أموس هوكستين، أيضا الملف الداخلي المتمثل بالحراك، الوسطات، المبادرات، والملف الرئاسي الذي يبدو أنه مجمد. أستاذ حسين أيوب، بداية خليني أبدأ من غزة، من التطور الميداني في غزة. والأسبوع الماضي ختمنا أنه اليوم بدنا نحكي أكثر عن الوضع في غزة واللي هو مرتبط تلقائيا بالجبهة الجنوبية. ماذا عن غزة وتطوراتها على ضوء هذه الأيام التي شهدت تصعيدا في الآونة الأخيرة؟ خلينا نبلش من عند غزة. في 3 أطراف معنية بتغيير مسار الأمور في غزة. في أولا إسرائيل باعتبارها هي اللي عم تشن الحرب، في أمريكا باعتبارها قادرة على تغيير مسار الحرب، وفي الفلسطينيين نفسهم. اولا بالنسبه للجانب الاسرائيلي، واضح انه عم بيختلط الايديولوجي بالسياسي وانت اليوم قدام واقع ما فيك تغمض عينك عنه. اسرائيل محكومه باليمين، ما بين يمين وسط ويمين متطرف، وهذا واقع سيمتد بعتقد لفتره طويله. امام هذا الواقع اللي نحن عم نشوفه، هذا اليمين عم يعتبر اليوم، واللي بيمثله اليوم نتنياهو بالمؤسسه السياسيه، معتبر المعركه معركه وجوديه. كان التقدير عند المقاومة، يعني المقاومة الفلسطينية منذ بداية طوفان الأقصى، أنه الإسرائيلي يحتاج إلى ما بين 6 إلى 8 أشهر حتى يعني ينفذ الأهداف اللي حطها قدامه، واللي كان عم نحكي أول شيء تدمير حماس، إطلاق سراح الأسرى، وحط ضاف إلى معن بناء شرق أوسط جديد. واضح أنه اليوم بعد مضي 8 أشهر الأهداف اللي حطها قدامه الإسرائيلي ما تحقق منها شيء. جزء منها أنه أطلق آخر مرة قدر يطلق سراح 4 أسرى من أصل 130 وشوي، هلأ المقاومة بتقول بعد في عندها بحدود 126-127 ما بين قتلى وعلى قيد الحياة. قدام هذا الواقع اللي اليوم موجود عند إسرائيل، بدأنا نشوف للمرة هيك بشكل واضح، يعني وخصوصا في الآونة الأخيرة، بداية اختلاف جدي بين المؤسستين العسكرية والسياسية. هذا شيء يعني خد نموذج اليوم بيطلع الصبح الجيش بيعلن انه علق الانشطة العسكرية بشكل تكتيكي
بجنوب غزة. بعد 10 دقائق بيطلع وزير الدفاع جالنت بيقول انه انا ما معي خبر بالقرار. بعد 10 دقائق بيطلع بتنقل قناة كان عن نتنياهو انه نحن جيش بلا دولة. رئيس وزراء اسرائيل عم بيقول نحن جيش بلا دولة. عمليا وين نقطة الخلاف بين المؤسستين؟ نتنياهو بقوة الدفع اللي عم بيعملها لإطالة أمد الحرب، بضوء التراكم اللي عم بيعمله إيجابا بالنسبة له على صعيد الاستطلاعات الرأي اللي عم تعطيه من جهة، معتبر أنه كل ما أطال أمد الحرب كل ما هذا الشيء كان له، بس ولا مرة نتنياهو بده يتحمل هو مسؤولية أي قرار بده تاخده هيئة الأركان يعني الجيش. وهلأ هذا الاستعصاء اللي واصلنه بغزة، هل ندخل إلى مدينة رفح؟ هو بيرمي الكرة عندهم. الجيش بالمرحلة الأولى، هذا بنحكي هلأ هون عن جبهة شمالية، الجيش في المرحلة الأولى من الحرب كان عم بيقول أنه أنا مجرد ما أنا فتت بالعملية العسكرية على شمال غزة، عم نحكي بالشهر الأول والثاني وقت اللي بلش العملية العسكرية الإسرائيلية بشمال غزة، عم بيقول أنا عندي الدافعية أني هلأ بموازاة المعركة اللي أنا عم بعملها الجيش بحالة تعبئة، الروح القتالية، وقفنا عداد القتلى، نزلنا المستوطنين من الشمال، عنا رئيس بأمريكا، مفتوح الجسر الجوي، كل العناصر اللي أنا بحاجة لها موجودة، وبالتالي خلينا نتلقف الفرصة ونفتح الجبهتين. أصلاً كان في اعتقاد عند الإسرائيليين، هذا جزء منه تعبر عنه بسبعة أكتوبر، أنه ما ممكن تكون عملت اللي عملته حماس بمعزل عن باقي أطراف محور اللي بتنتمي له وتحديداً حزب الله في لبنان. وخلينا نروح نحن فرد مرة بلا ما هني يفوتوا أو يهجموا نحن نهجم، هذا اللي عبر عنه أيزنكوت وقت اللي قال أنه أنا منعت اتخاذ خطأ استراتيجي بمجلس الوزراء وقت اللي قرروا ينفذوا هجوم على لبنان. فإذا بهذا المناخ واضح أنه الجيش كان اليوم الجيش عم بيقول لا أنا ما في أفتح الجبهة الشمالية. الحسابات الجيش وهي تقديرات المقاومة في لبنان وفي فلسطين أنه من لحظة وقف إطلاق النار بغزة يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى ما لا يقل عن سنتين حتى يقدر يفتح جبهة تانية اللي جزء منها بده يكون فيه إعادة تأهيل وتدريب ومناورات واستخلاص عبر وتشبيك بين القلبي إلى آخره. يعني الواضح اليوم أنه في مشكل بين المؤسستين العسكرية والسياسية بإسرائيل. هذا الشيء عم بيترجم بحالة الإرباك يلي عم نشوفها بما يخص الجبهتين، جبهة غزة وجبهة جنوب. طيب جبهة الجنوب رح نرجع نحكي عنها. بالنسبة لجبهة غزة، يعني كل المحاولات يلي عم تحكي عن وقف إطلاق نار، عن ترتيبات، عن كلها عم بتضل معلقة، يعني مقترحات بايدن، الوسطات، كل هالأمور هيدي شو مصيرها؟ شو الأفق الموجود أمامها؟ واضح انه عم اقول لك في خلاف. اول شيء هلا ما في، كل الحكي عن مفاوضات وعن موضوع كله سقط اصلا، هلا صار كله مؤجل. قدرت حماس باخر المسار المفاوضات اللي صارت بالدوحه بشكل اساسي ثبتت مجموعه عناصر كتير مهمه، هلا بنحكي اذا بدك عنا بالجزء الثاني اللي عم نقول عنه بالموضوع الفلسطيني. لا بالجزء الثاني ما نحكي عن موضوع الجنوب. لا يعني ما أنا عم بقول في ثلاث عناصر جنوب. أنا عم بقول في العنصر الأول هن الإسرائيل ماذا تريد. يعني اليوم الجيش عم بقول حتى فيما يخص اليوم التالي في غزة، إذا أنت بدك يعني إذا اليوم نتنياهو بحساباته هو بين غفير وبين سموتريتش أنه أنتم بدكم ترجعوا تحتلوا غزة، يعني هذا كلفته السنوية 5 مليار، هذا كلفته بالبشر، أنا بدي 4-5 فرق عسكرية تكون موجودة بقطاع، وأنت عمليا عم ترجع إلى ما قبل عام 2005، رح يكون في استنزاف، عملوا حساباتكم وتعالوا قولوا لي شو قراركم. فأنا عم بقول أنه هذه الخلافات اللي عم تتعمق بين المؤسستين، لأنه الأساس ما بده ياخذ نتنياهو حتى ما يصير في مساءلة أو محاسبة بحال تأخذ قرار أنك أنت تفتح الجبهة الشمالية وتوصل لمأزق مثل ما أنت واصل بغزة. طيب هيدا المعطى عم بقول عم بيكبر أكثر فأكثر، هذا عم نراقب المشهد الإسرائيلي. العامل الثاني هو العامل الأمريكي، واضح أنه الأمريكي مغطي الحرب، متفق مع إسرائيل على الهدف يلي هو تدمير حماس، هذا ما في خلاف عليه، مختلفين على الوسائل. في نقطتين إذا بدك أساسيين عنده للأمريكي. النقطة الأولى إلى علاقة باليوم التالي، مش شايف أنه في ضرورة لإعادة يعني احتلال قطاع غزة وترجع عمليا لقبل 2005، تعالوا نفكر بالإدارة البديلة العسكرية الأمنية الإدارية الإغاثية إلى آخره، قوة عربية، قوة دولية متعددة جنسيات، نجيب السلطة الفلسطينية، نعمل إدارة مدنية، أي صيغة، هذه مش متفق فيها مع الإسرائيليين. النقطة الثانية واللي حشرته للأمريكي هي التوقيت، توقيت معتبر هلأ بايدن بحسابات أمريكية إلى علاقة بالانتخابات، في مجموعة عناصر سواء
حالة الانكفاء على الانتخابات، ظاهرة الشباب، الجامعات، التيار اليساري ضمن الحزب الديمقراطي، مجموعة عناصر تقتضي انه هلا يشحط فريم بموضوع غزة. هيدي نقطة خلاف تانية. نرجع للعنصر الثالث اللي هو الموضوع الفلسطيني. الفلسطينيين اليوم عم بقول كانوا مقدرين انه تحتاج المعركة الى كذا وكذا. اليوم واضح انه الفلسطيني قدم اغلى ما يمكن تقديمه. الفلسطينيين مثل ما الإسرائيلي وقف، هني وقفوا العداد، وبالتالي صار اليوم المواطن الفلسطيني بغزة وبالضفة قدام الفصائل الفلسطينية مش وراها. يعني إذا اليوم حركة حماس قبلت بصيغة ما فيها وقف إطلاق نار ووقف حرب وفيها رؤية أبعد من الناس، ما رح تقبل، الناس ما رح تقبل، هذا بشكل أو بآخر عم بيخلي البيئة الحاضنة للمقاومة بغزة تكون أكثر اندماجاً مع هذا الواقع الفلسطيني. هذا عم بيتعبر عنه إعادة ترميم الكتائب كليتها تبعية كتائب القسام، إعادة الشرطة انتشارها بشمال غزة رجعت تنتشر، لجان الطوارئ اللي عم تهتم بالقضايا الاجتماعية. في مشهدية عم تتبلور بالواقع الفلسطيني ليست على الطريقة التي يشتهيها الفلسطيني. أستاذ جان، الإسرائيلي عفواً، موضوع غزة وآفاق الحرب هناك وكل هذا الحراك اللي كان في سبيل الوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق نار ويلي يبدو أنه سقط، شو بتتوقع يكون الأفق؟ إذا واحد بده يكون موضوعي، الصراع منذ فترة صار عبثي وصار من دون أفق لا سياسية ولا حدودية ولا وجودية واضحة. صار واضح أنه هناك صراع بحسابات ومصالح شخصية وفردية لثلاث أشخاص. في عندك بواشنطن شخص اسمه بايدن، هذا بكرة 17 الشهر، بعد 10 أيام على الأد 27 بده يقعد وجه بوجه هو ومين؟ دونالد ترامب. بده يقعد ساعة وساعة ونص بمناظرة، بحاجة لحيالله شيء يواجه هذا الشارك اللي اسمه دونالد ترامب. ومشوار هوكشتاين بكرة وبعد بكرة هو انه يجربوا ليقولي حيالله شيء اقدر واجه فيه انجاز، يعني عملية انتخابية بحتة. من تاني ميل عندك نتنياهو. نتنياهو بسبعة تشرين الماضي طلع قال شو؟ انا بدي اقضي على حماس، بدي احرر الاسرى بالقوة، وبدي غير عقلية الناس بغزة. قال بده يعمل دي راديكاليزيشن مثل ما كانوا بدهم يعملوا دي باسيفيكيشن بالعراق. طيب يوم بعد 8 اشهر وعشرة ايام نعمل شيء، عشو عم براهن؟ ما عنده بقى مصلحة بالتسوية نتنياهو. عم براهن انا بضربه ب 17 حزيران لبايدن ضعفه، ب 24 تموز بعد شهر وجمعة بكون انا قدام الكونغرس بعمل خطاب مبكل، بحفظ كل الاي باك واللوبي الصهيوني، بسقط بايدن بهذه المواجهة وبنطر لا يرجع ترامب وبكمل بمعركتي العباسية من دون اي نتيجة. من جهة ثالثة فعندك يحيى السنوار، معلش الناس بدون يتعلموا يسمعوا. يحيى السنوار بسبعة وبثمانية تشرين هو وقادة حماس شو طلعوا اعلنوا؟ نحن اهدافنا واحد تنظيف السجون استاذ جورج، اثنين بالحرف ببيان محمد ضيف انهاء اخر احتلال على وجه الارض. يوم السنوار شو عم بيطرح؟ شو عم بيطرح اليوم السنوار؟ شغلتين، وقف النار وانسحاب كامل. يعني بستة تشرين كان في اطلاق نار بغزة؟ لا. كان في احتلال اسرائيلي بغزة؟ لا. يعني السنوار كان اللي عم بيطرحه اليوم العودة الى ستة تشرين. بيبقى شو؟ تبادل الاسرى. طيب انت حاطت 50,000 قتيل، حاطت 100,000 جريح، مدمر غزة، حاطت ل 29 ايار 8,900 معتقل فلسطيني جديد بحسب هيئة شؤون الاسرى وبحسب الاحصاءات الرسمية. اللي بدك تحذرهم هلأ بالتبادل ما بيطلعوا تلت الاسرى الجدد. ما عنده مصلحة سنوار يفوت بهيك تسوية. شو بيطلع بيقول للناس؟ يعني عنده مصلحة يستمر بالقتال. اليوم في عندك سنوار ونتنياهو عم بيخوضوا حرب عباسية، وبايدن عم بيخوض حسابات انتخابية. والناس لسوء الحظ، نحن شعوب بكل هذه المنطقة تؤخذ بالغيبيات، لا نؤمن بالإنسان. نحن نؤمن إذا منموت كلنا سوا كرمال الله بيكون هذا أمر صح، وهيدي حقائق البعض بيهرب منها وبيعمل حملات ضدها، بس هيدي حقيقة.
ومش هيك أنا على المستوى الشخصي قلتها بثمانية تشرين عندك، هذا الإنجاز التاريخي اللي حققته حماس، هذا النصر يلي ما إله مثيل، لو نحط من لحظتها برسم قيادة فلسطينية وعربية باتجاه مسار نحو فلسطين فلسطينية عربية لعودة عنه، كنا خلصنا وكانت خلصت فلسطين. هلأ فتنا بحرب عباسية حدودة مش بس الانتخابات الأمريكية، ما بعد الانتخابات، يعني ما في أفق أبدا. بدي انتقل على الجبهة الجنوبية. خلال هذا الأسبوع كان في تصعيد غير مسبوق، يعني على أثر اغتيال القيادي في حزب الله أبو طالب والوضع الميداني اللي استجد، يعني كان في سؤال وعلامة استفهام كبيرة عند الناس، أنه يبدو أنه انزلقنا إلى المواجهة الكبرى. هل نحن على أبواب تصعيد أكثر، على أبواب مواجهة أكبر؟ لا، أنا أول شيء أنت بالحرب، يعني عمليا اسمها جبهة مساندة بس أنت فعليا بحالة حرب، بمعنى أنه في جيش عم بيقاتل وفي مقابله جيش يعني اسمه مقاومة إلى آخره، بس كمان عم بيقاتل من الجهة المقابلة، وبالتالي عمليا بالحرب بده يكون في أهداف بالاتجاهين. مثل ما كنا عم نقول قبل جورج، كنا عم نقول الفكرة انه بحرب النقاط اللي عم بيخوضوها حزب الله والاسرائيليين، انت عمليا الاسرائيلي منذ اليوم الاول للحرب عنده فكرة، يعني اخذ على يعني متفوق هو تكنولوجيا وجويا والى اخره، في مجموعة عناصر لصالحه قبل ما تبلش 28 وانت عارفها، فهو اخذ على عاتقه موضوع الاغتيالات، أخذ على عاتقه موضوع الاغتيالات، محاولة اغتيال أكبر عدد ممكن من العناصر والكوادر الوسطية وحتى العليا، عم نحكي بجهاز المقاومة، ونجح في بعض المحلات بهذا الشيء. بالمقابل يعني بس أنت عم تحكي من 28 لليوم، بعده الإسرائيلي عم بيعمل نفس المهمة، ما طلع ولا نزل نهائيا، بيبلغ المدى شوي أكثر لقدام، بيرجع شوي لورا حسب الأهداف. وعادة وين الأهداف بتكون، يعني إذا بدك بتشيل استثناء أساسي، يعني كهيدا هني علامتين لافتين للانتباه، اللي صار ببيت يحون وقت ساجد رعد يعني بوقتها، واللي صار بجوية، هودي حالتين اللي شوي لهم طابع استثنائي. بس الأغلبية وين الباقيين؟ إما على الموتو بيكون أو بسيارة بالرابيد أو بسيارة تانية إلى آخره. يعني وهيدا شو بيعني؟ يعني بيعني إنه هنو عم يتنقلوا، يعني انت المقاتل وقت اللي بيقعد مش بيقعد 8 اشهر و9 اشهر بنفس الموقع، بده يعمل بلحظه من لحظات، بدني يبدله، بدني ياكله، بدهم يشربوا، بدني يغيروا، بدهم يشوفوا عائلاته الى اخره. وهودي لانه وين عم بيخدموا عاده كليتهم؟ انت عم تحكي عن قرى الحافه الاماميه، بمعظمها هي بين قرى الحافه الاماميه والمحور اللي بيكون عاده وراها. هيدا من جهه عم بقول الاسرائيلي. بالمقابل انت بموضوع كيف تصرفت المقاومه، وانا بعتقد هذا الموضوع حتى هلا يعني صار يعني بتلمس بالجو حتى الاعلامي وبالسوشيال ميديا، لمس الموضوع تدرج. كان في ناس تعرف اول فتره معترضه، انه معتبره انه مش هيك كان لازم يكون انخراط حزب الله، كان لازم حزب الله يجن وينخرط بالمعركه مثل اللي عم بيصير بغزه. وعندما تصرف كجبهه اسناد اعتبروا انه هو خذل بعض الجمهور او الجمهور الفلسطيني. اليوم هود الناس اللي كانوا عم بيقولوا هيك شايفين انه بظل الاستعصاء الميداني والسياسي اللي عم يصير بغزه، عم نقول وقفه الوسطات، وبظل الاستعصاء انه انت صار الميدان محصور عندك، مع انه في انجازات يعني عم تصير بغزه. باي معنى؟ انه بالشهر الماضي عندك 35 قتيل معترف فيهم اسرائيل بغزه، انت اليوم لحد قبل ما نفوت على الاستديو عندك حوالي 21 قتيل لحدود 16 الشهر، انت كان اليوم 21 قتيل اسرائيلي، يعني وبالتالي عدد القتلى عم يرتفع، وهذا كلفة عم يدفعها الاسرائيلي على ارض غزة. عم قول انه مقابل الشيء اللي عم تعمله اسرائيل، انت عم تتدرج بالخطوات وانت بمستويات متعددة، جزء منه المسيرات اللي فاتت وعم تستطلع وعم ترجع، وفي المسيرات الانقضاضية اللي عم تضرب اهداف، في سلاح المدرعات الكورنت وغيره، وفي بالاضافه لهيدا في سلاح الدفاع الجوي يلي تعبر عنه بالهرمس 450 والهرمس 900، ومؤخرا الحكي عن اعتراض صاروخ لاحدى الطائرات الحربيه الاسرائيليه اللي كانت عم تعمل جدار الصوت. فانت عم تتدرج. طيب. هذا التدرج عم بيقول لك الاسرائيلي هو 5%،
من ما تملك المقاومة من إمكانات. هذا التراكم أنا برأيي اللي كان مش منتبه له الإسرائيلي عم بيخلي بحرب النقاط. أنا برأيي الإسرائيلي اليوم يعد للمليون قبل ما يعمل حرب. زد على ذلك جورج شغلي نقطة هذه أنا بعتقد أنه لازم ننتبه لها دايما. بالحرب اللي صارت بغزة كانوا الأمريكي والإسرائيلي معا سوية وفيتين بالمعركة وبأفق مفتوح. أنا موافق أنه الأفق مفتوح رح يكون للمعركة على الجبهة على جبهة غزة. أنا برأيي القرار فيما يخص الجبهة الشمالية هو قرار أمريكي. ليش قرار أمريكي؟ لأنه إذا بتتذكر الأمريكي جاب أسطوله على المتوسط تاني يوم 7 أكتوبر. ليش؟ تيمنع إمكانية تمدد وهو مش خايفين طبعا من سوريا ولا لهلأ الأمريكي. أنا برأيي لهلأ الأمريكي يغطي تمدد الجبهة بهالإطار. جاي أموس هوكستين على لبنان نهار الثلاثة لأنه عم ينقال أنه سيحضر الثلاثاء وفي لقاءات يعني رح يعملها. أموس كان آخر اتصال عمله مع الرئيس بري كان قايل له أنه أنا عندما تتوقف الحرب في غزة أنا تاني يوم رح كون ببيروت وجاي معي خطة اللي هي كان هو بفكره أنه منعمل إذا بدك يعني تدرج بتنفيذ البنود المتفق عليها. وكان الرئيس بري عم بيقول لا أنا بدي أعمل صيغة متكاملة عنوانها 1701 ما بدي أجزئها. وكان معتبر المدخل هو موضوع الطلعات الجوية في الأجواء اللبنانية. آموس بواشنطن قبل ما يجي على بيروت وتحديدا بلقائه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون كان واضح بقوله انه هو هلا يعني خلال يعني هلا قائد الجيش بواشنطن ايه. خلال اللقاء اللي صار وكان في لقاء بريت ماكغورك يعني بالمجلس الامن القومي كان عم بقول انه انا جاي عندي شغلتين هو معتبر انه بده يعملهم في موازات بعضهما. يحمل صيغه لها علاقه بوقف الطلعات الجويه الاسرائيليه. ما بعرف قديش الموضوع يعني فعلا الاسرائيلي هلا جاهز يوافق على هاي النقطه. تقتضي الامر انه نشوف شو بده يعمل باسرائيل. النقطة الثانية إقامة منطقة عازلة بعمق 8 كيلومترات. هذه النقطة. هلأ لحظة بس هول الأمور طرحهم على قائد الجيش طرحهم خلال اجتماع آموس وبالتالي عم يجي اليوم. أنت اليوم إذا أنت مش جاي وشو كان الرد يعني شو كان مش هو مش يعني عم ياخد هو الرد يعني قائد الجيش حكي اللي له علاقة بالجيش ودوره وشو عم بيعمل بالجنوب وبغير الجنوب ونحكى عن موضوع السفارة الأمريكية والإجراءات اللي عملها الجيش. حكى كثير يعني بالاجتماع. الفكرة اللي بدي أقولها جورج طالما ما في وقف إطلاق نار بغزة عمليا آموس مش جاي اليوم تيثبت الشيء اللي كان متفق عليه. عمليا جاي بمهمة جديدة. المهمة الجديدة اللي جاي عم بقول أنه بدنا نحتوي التوتر اللي صار اليوم في الجبهة الشمالية. احتواء التوتر يقتضي مجموعة إجراءات هو مسميها مجموعة إجراءات مبين واضح أنه بده تكون النبرة تبعيته شوي عالية بالحكي مع المسؤولين اللبنانيين. بدو يقول لهم انه اذا بتضلكم بهاي الحدود هايدي بس ما تقربوا على موضوع المدنيين. لانه في شكوى انه باحدى الضربات اللي صارت بعتقد يمكن على منطقة الجولان اصابت اهداف مدنية. عم بيقول اذا بدكم تضربوا اهداف مدنية نحنا مش رح نكون قدرة اللجم تبعيتنا مش رح تكون هالقد عالية. فانتبهوا يا لبنانيين هايدي وحدة. واثنين صار عندهم قناعة الامريكان انه واحدة من الاوراق اللي عم بيقدر يستقوي فيها المفاوض الفلسطيني بالمفاوضات اللي عم بتصير مع الاسرائيليين لم تعد فقط مرتبطة بالجبهة اللي عم بتصير بغزة. جزء منها بالجبهة اللي عم بيصير لانه في وجع كبير عم يتوجعوا الاسرائيلي في الجبهة الشمالية من هذا المحل. استاذ جا الجبهة الجنوبية امكانيات الانزلاق الى مواجهة اوسع وزيارة اموس هوكستين الثنين الى اسرائيل والثلاثة الى بيروت. هل جاي يرجع يرجلج قواعد الاشتباك أم في عنده طرح جديد؟ برجع بقول لك آموس جاي باستمرار لمهمته الانتخابية. بلش لا أكثر ولا أقل يعني. بلش من ميشيغان انتهى بهيوستن هلأ في عنده تل أبيب وبيروت. هاو أصوات كيف بالحملات الانتخابية عنا بيبعتوا مفاتيح يروح يبرم على الضيع. آموس مفتاح انتخابي بمعركة بايدن لا أكثر ولا أقل. هلأ شو بده يجرب يعمل بين إسرائيل ولبنان؟ حيلا خرق حيلا إعلان حيلا إذا وقف نص ساعة بهمه أنه يسجل كريدت ياخد نقاط لمرشحه. هلأ هل رح يقدر يعمل شيء؟ بشك إنما هذا ما بيعني أنه الجبهة رح تروح باتجاه طرف من الطرفين. لا التسوية ولا الانهيار لسبب بسيط. هيدي منا جبهة جنوب لبنان مع إسرائيل. هيدي جبهة التفاوض الأمريكي الإيراني مباشرة ما عندها عنوان آخر. وإلا
طب ليش هذه الجبهة ما بتنفتح بالضفة الغربية وفي سلاح؟ ما حدا يقول ما في سلاح، وفي عدد من الفلسطينيين أكثر بكثير من اللي ممكن أنه يفتحوا الجبهة. ليه ما بتنفتح من الجولان؟ ليه ما بتنفتح من أي مكان آخر؟ لأنه أي مكان آخر لفتح جبهة الإسناد لا يعود ريعها إلى الإيراني. جبهة الجنوب اللبناني هي المطرح الوحيد يلي بيعود ريعها وقرارها وإشرافها ورقابتها، وبالتالي التفاوض حول مصيرها إلى العلاقات الأمريكية. طيب، الإيرانية. ماذا عن العلاقات الأمريكية الإيرانية بهالمرحلة؟ العلاقات الأمريكية الإيرانية متجمدة بمكان بين منزلتين، لا في انهيار كامل ولا في تصعيد كامل. عم بيلعب الأمريكي مع الإيراني لعبة عصا وجزرة، بيعطيه جزرة ببعض الأماكن وبيرفع عليه العصا بأماكن أخرى. بهيدي اللعبة الإيراني مرتاح، منه مزعوج، منه مضغوط، منه قدام أي استحقاق. منشان هيك الأمور رح تكمل عنا بهذا الاستنزاف وما تتوقع أنه يصير أي شيء تاني. باختصار وخلينا نقولها بشكل مش صريح وقح، إسرائيل ما بدها تسقط إيران وإيران ما بدها تزيل إسرائيل. هاي معادلة بدنا نفهمها، أنه إسرائيل إذا سقطت إيران شو بتقول تاني يوم لكل هذا العالم السني بشو بتخوفه؟ وإذا إيران أسقطت إسرائيل بشو بتتاجر بعملية الشعارات اللي رفعتها الثورة منذ 1979؟ هناك تقاطع موضوعي بيناتهم. ما بدي أرجع أحكي منذ إيران جيت، منذ احتلال العراق، وقلنا أكثر من مرة لقاءات راين كروكر مع كبار المسؤولين اللي ما بدنا نسميهم. هناك تقاطع، وهيدي دول عندها مصالح، وهذا أمر منه مستغرب. هيدي دول عندها مصالح لسوء الحظ شقفة من مصالحها موجودة بالجنوب اللبناني. طيب بدي أحكي شوي عن الملف الرئاسي، ولكن قبل يعني عطفا على اللي عم بقوله الأستاذ جان، يعني الخط الأمريكي الإيراني هل فعلا عم بيترجم بهالإطار هيدا؟ وهل وهل هيدا الخط في جمود هلا؟ لا ولا كيف؟ لا ما في جمود بمرحلة تحضير لانتخابات رئاسية كمان يعني بإيران. ما في جمود بالمسار، المفاوضات بعدها مستمرة حتى بعد يعني مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. صار في تبادل رسائل إيرانية أمريكية، كما يعني أبلغ الوزير الإيراني الناس اللي شافهم ببيروت قال المناخ إيجابي، ما عبر عن أكثر. كان في شكوى من الفرنسيين والأوروبيين فيما يخص موضوع الوكالة الدولية للطاقة، وبعتقد مع يعني بعتقد في توزيع أدوار بين الأمريكان والأوروبيين، يعني بمحل عم بشد الأمريكي عبر الأوروبيين وبيقدر يتنصل منا قدامهم. هلأ الإيرانيين فهمانين اللعبة اللي عم بيلعبها الأمريكي. أنا لا أستبعد يعني بهذا السياق أنه حتى يكونوا الإيرانيين ببراغماتيتهم المعهودة يكونوا فاتحين حتى مع ترامب، يعني بهذا المعنى مع هلأ المظلة اللي عاملة أنا برأيي منع التوسع الجبهة الشمالية هي اللي عم بيصير يعني إذا بدك بين الأمريكان والإيرانيين. زد على ذلك نقطة مهمة كتير، أنا بعتقد هاي النقطة بيعرفها الأمريكي من أول ما سؤنفت الاجتماعات بكانون الثاني بين الأمريكيين والإيرانيين، أنه أي استهداف لحزب الله هو استهداف لمنظومة طويلة عريضة تبدأ من بيروت وتنتهي في طهران. هذا الحكي بلغوه الإيرانيين للأمريكان، وهذا أحد عناصر الضبط الأساسية للي عم نشوفه. وهذا الشيء بلغوه الإيرانيين للأوروبيين عبر أقنية متعددة، وصاروا اثنيناتهم عم بيعملوا حسابهم على هذا الأساس. طيب، أنا بدي أقول شغلي جورج، نحن هلأ يعني عم بيسقط شهداء بجنوب، وفي عندك حوالي 350 شهيد للمقاومة، في عندك شهداء مدنيين، في شهداء لفصائل المقاومة. نحن بنعرف قبل 7 أكتوبر، بنعرفها هيدي من 2016، انه اسرائيل في يوم ما كان بدها تعمل حرب. يعني اسرائيل كان واحدة من خلاصات اللي عملتها وقت حرب 2006 انه هي رايحة على الحرب بس بدها تكون جاهزة للحرب. انا بتقديري اليوم اللي عم بيصير بجبهة الجنوب، بجبهة الجنوب مع اسرائيل، اذا قدرنا نطلع من هذه يعني دائما بدك تقول اذا، يعني اذا قدرنا نطلع منها بحدود اللي نحن الوضع اللي نحن فيه عم نجنب البلد كليته، في فئه من اللبنانيين عم تدفع ثمن اكثر من غيرها، انا برايي هذا رح يعطي للبنان فرصه للتنفس لمده يعني انا ما يعني ساعتها يعني بقول انه قد تكون عقد او عقدين او ثلاثه مرحلة من الزمن يعني بياخذ نفس لبنان. بدي انتقل معك استاذ جان للملف الرئاسي. يعني شفنا انه في مبادرات، في جهود، في تحركات، في مبادره الوزير جبران باسيل، في مبادره اللقاء الديمقراطي، في جولات على الاطراف والاحزاب، وفي نتيجه انه لا نتيجه. شو
صحيح في تسليم عند كل أصحاب المبادرات أنه لا شيء ممكناً الآن، لأنه الحسابات خارجية والقرار خارجي، وكلنا قلنا أنه هذه الحسابات الخارجية معلقة على الأقل المثلث الأمريكي الإيراني السعودي يلي هو ممكن يحكم لحظة الاستحقاق الرئاسي. هذا المثلث بعده منه راكب بشكل هندسي مطلوب. طيب لكن هالشباب شو عم بيعملوا؟ هلا البعض كنا حكينا اكثر من مره، البعض حاول، البعض طلب منه. المحاوله الاخيره هي المحاوله اللي عم بيعمل اللي عم بحاول يشتغل عليها جبران باسيل، واللي هي ما بدي اقول هي المحاوله الجديه، بس هي المحاوله الاكثر اذا بدك قدره على مداوره الاشياء. يعني عم بحاول يحكي لغتين. راح لعند المعارضه قالوا ليكو انا كنت ضد الحوار وانا كنت ضد حتى التشاور، وحاطط شروط طويله عريضه وقايل انه انا ما بقبل وانه بدي اجتماع ببكركي مش بالمجلس النيابي. بس بعدين فكرت انه طيب انا شو عم بعمل ونحن كلنا شو عم نعمل؟ نحن عم اول شيء عم نعطي لحزب الله الوقت الكافي لينطر تسويه يفرض علينا الرئيس اللي بده اياه. اثنين عم نخلص نبيه بذي من الضغوط اللي عم بيمارسها عليه حزب الله بموضوع التشاور والدعوة إلى جلسة. ثلاثة عم نخلص الثنائي من الضغوط الدولية، بدليل أنه لودريان بآخر زيارة له قال أنه لقيت الثنائي عم بيسهل وجعجع اللي عم بيعطل، وبالتالي هذا خطأ تكتي نحن عم نرتكبه. أنا جيت فكرت وعم بقلكم خلينا نروح على التشاور. بالتشاور في جلسة رسمية رح يقعدوا كلهم على طاولة وبنقعد وبنحكي كل الشهات، بس بين الجلسه والجلسه بده يصير مداولات جانبيه. بهالمداولات الجانبيه اذا قعدنا نحن نحكي مع بعضنا، نحكي مع الاشتراكي، نحكي مع الباقيين، شو بده يصير؟ الثنائي رح يقول انا بجلسه 14 حزيران ما وصلت ل 52 صوت، اذا هو عم بيكولسوا بين بعضهم ورايحين على جلسه انتخاب بدورات اقتراع اكثر من واحده ممكن يطبخوا رئيس، ساعتها بده يضطر الثنائي يحمل حاله ويقول تعوا احكي انا وياكم بانتخاب رئيس. طيب بس اقتنعوا منه؟ يعني القوات ما اقتنعوا؟ القوات اصلا ما حكوا معه. ايه ما هي هو قال لهم، قال لهم بيبقى لا هو وقت زار الصيفة كان في هلا بيكون معك بيكون معك دولة الرئيس غسان حصباني، وقال لهم بالحرف قال لهم بيبقى في سمير جعجع بيكون عنده خيار من الثلاثة، يا اما بيشارك بالكولسة على جانب التشاور ما بده يشارك. طيب بس انه ما في شيء نايب نايبين من عنده يكونوا موجودين بأوضة جانبية نحكي نحن وياه، هذا أول خيار. ثاني خيار بلاقينا على جلسة الانتخاب، وإذا ما بده لا هي ولا هي بيكون خارج التركيبة. إنما الأهم رجع راح جبران باسيل وحكي لغة تانية عند الثنائي، قال لهم إنه طب نحن شو عم نعمل؟ إذا نزلنا على الجلسة أنا بجيب لكم كل الحوار وأنا بجيب لكم كل المعارضة وأنا بجيب لكم كل المسيحيين، ما أنا كسرت لهم قرارهم وبيجي على الحوار، أنتم معكم 52 صوت أنا بكمل لكم إياهم على 65، وأنتم وأنا وسليمان الفرنجية تعالوا ننقي رئيس ونضرب الكل وبنكون قضينا على سمير جعجع. شو قالوا له؟ ما بعرف شو قالوا له هلا، بس عم بقول لك المنطق يلي عم بفكر فيه بمعنى ومشان هيك احد اللي واكب هيدي العمليه جبران باسيل عم بحاول يقول للثنائي خلصوني من سليمان الفرنجيه وجوزيف عون وخذوا مني ما يدهش مش بس الثنائي خامنئي، بس خلصوني من سليمان الفرنجيه وجوزيف عون. هلا لحسن الحظ او يمكن لسوء الحظ، بس بعتقد لحسن الحظ انه حزب الله حساباته غير هيك، الحسابات الاقليميه والخارجيه غير هيك، مشان هيك مكملين. طيب مين عم بيطرح جبران باسيل اي اسم؟ يعني هدفه يوصل لاي اسم؟ ما بعتقد فات بالاسماء، بس بعتقد قلتها امبارح احد الماضي، البروفيل اللي عم تطرحه المبادرات ما نكون غلطانين وبدهم يسبوا عم بينبشوا على أضعف ماروني، على أجبن ماروني، على أسوأ ماروني، على الماروني المقطوع من شجرة اللي بيركبوه تيركبوا عليه كلهم سوا، وإلا ما بينتخبوه. كل أصحاب المبادرات عم بفكروا عنه. يعني أنت هلأ بدليل أستاذ جورج أنا بتحديهم واحد من اللي عم بيسمون يطلع يقول شو موقفه، حيالله واحد ما سموا كذا واحد وكبوا أسماء. أنا بتحدى واحد من اللي طرحت أسماءهم يطلع يقول شو رأيه من حرب غزة، شو رأيه بال1701؟ شو رأيه بالنازحين السوريين؟
شو رأيه بسلاح حزب الله والمقاومة؟ شو رأيه بالموضوع المطرفي؟ بس ليش بدون يطلعوا يقولوا رأيهم؟ مرشح لرئاسة الجمهورية ما في شيء ما في شيء بالدستور. مش عم بقول لك دستور، مين عم بيحكي دستور؟ لا ايه بس ما في شيء، عم نحكي أزمة وطنية، عم نحكي قضايا مطلبية، بس هول بيقولوا لك عم نحكي حياة بشر، عم نحكي 6 ملايين بس استاذ جان، هول بيقولوا لك بعد ما حدا حكي معنا نحن ما هن قاعدين عم بيركضوا وعم بينغلوا من واحد لواحد. شو بنضحك على بعضنا؟ قاعدين ما البلد هالقد قاعدين بيركضوا وبيزلفوا وبيتزلفوا، ما حدا منهم بيحكي كلمه. هول عم بنبشوا عنهم، ومشان هيك عم بقول لك انه عنوان هذه المبادرات خلصونا من الاقوياء تنجيب واحد نركبه ونركب عليه. استاذ حسين بالختام عندك شيء بالنسبه للملف الرئاسي؟ لا شغلتين صغار بس. اول شيء انا بعدني انه في ترابط موضوعي بين الملف الرئاسي وملف غزه والجنوب، انا برايي هذا الترابط قائم بمعزل عن رغبه او نيات البعض بالقول انه في فصل او ما عدا في فصل، هذا ترابط موضوعي. النقطة الثانية، إذا بظل الاستعصاء الداخلي أنا ما شايف انتخابات رئاسية من هون لل 2024 إلا إذا اجت عوامل خارجية كسرت الاستعصاء الداخلي، ولهلا مش مبين بالأفق. هلا مرة جاية إذا بدك بنحكي في انتخابات بال 2024 ولا لا؟ أها لا واضح إنه لا واضح إنه لا إيه واضح إنه لا. طيب بدي اختم معك استاذ جان، انا بدي اختم بشغله انت قلت قبل، بس انت قلت انه عم بنبشوا عن اضعف من عم بنبشوا هن الوزير باسيل ولا كل اصحاب المبادرات؟ يعني اللقاء الديمقراطي والاعتدال وجبران باسيل كلهم. اللقاء الديمقراطي انسحب باكرا وما عاد وشايف انه الامور وين لا رايحة. بس شو انسحب باكرا؟ ما بعدهم عم يعني بعدهم هالجمعه كانوا عم بيزوروا بيعملوا، مدرك حدود اللعبه، عمل واجباته مع الفرنسيين، سجل هذا عدول، عمل واجباته مع الفرنسيين. طبعا انا بدي اختم بملاحظه ولهالسبب، يعني فرنجيه قال باحد الماضي انه ما ترخصوا يعني الرئاسه، معه حق انه عن جد عيب عيب انه خي هذا رئيس جمهوريه اسمه، هذا رئيس كل السلطات، انه ولو نحن اصحاب الرئيس القوي الاقوى في مكونه والاكثر تمثيلا. طب مين الضعاف؟ يعني مين عم تقول انه الضعاف؟ مين يعني الضعاف؟ اسماء ما راح اقول لك، مثل ما هني ما راح يقولوا اسماء. بس وقت اللي بيسموا واحد خذ مني الجواب، لا بس وقت الاسماء اللي بيسموا واحد خذ مني الاجوبه، بس الاسماء فننبش كل تاريخ هون ونفرجيك مين عم بيسموا. بس لحظه، الاسماء يلي عم بتم تداولها وعم نقراها بالصحف هي هي يعني طبعا انه السفير يعني اذا ما راح فوت بالاسماء عن جد، بس خليني اختم بشغلي. هاي الجمعه اكيد كلنا شفنا بيان لمجموعه الحبتور بتقول انه الغت مشروعها بلبنان نتيجه التحديات الامنيه بما في ذلك التهديدات الجسديه. تهديدات الجسديه، مقابل هيدا الكلام ولا كلمه من اي مسؤول لبناني على الاقل بما تبعته. طيب اذا هيدا الكلام مش صحيح وسكتوا بتكونوا جبنا، واذا هيدا الكلام صحيح وسكتوا بتكونوا متواطئين ومتورطين، فبتكون تنقوا جبنا او مافيا انتو. شكرا لك جان عزيز، شكرا لك حسين ايوب، اهلا وسهلا فيكم، نرجع نلتقي الاحد المقبل. مباشره بعد هذا الفاصل استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو كتله الجمهوريه القويه غسان حصباني والصحافي والكاتب السياسي رضوان عقيل. نتابع هذه الحلقة من هلأ شو في هذا المحور. استقبل في استوديو هلأ شو نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حصباني والصحافي والكاتب السياسي في جريدة النهار رضوان عقيل. مساء الخير دولة الرئيس، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ رضوان. مساء الخير زميلي. مساء الخير لدولة الرئيس، مساء الخير للمشاهدين، وبدنا نقول لك أضحى مبارك. تسلم. إن شاء الله تنعاد على كل، إن شاء الله تكون الأيام اللي جاية أفضل على البلد وعلى الوضع كله سوا. أيضا في هذا المحور وضمن هذه الحلقة رح نفتح مثل نافذة على الحراك أو المبادرات النيابية الداخلية، يعني من خلال مبادرة الوزير جبران باسيل، رح يطل معنا من خارج استوديو النائب جيمي جبور، مبادرة اللقاء الديمقراطي رح يطل معنا أمين سر اللقاء الديمقراطي الأستاذ هادي أبو الحسن، وكتلة الاعتدال يلي كانت أول المبادرين يعني وسجيع عطية عم بيبرم كان من مطرح لمطرح هو والشباب، وبالآخر صار في عدة مبادرات تانية رح نسألهم ومنعرف منهم وين وصلوا، كل حدا وين وصل ولوين رايح. ولكن بالبداية دولة الرئيس غسان حصباني، مرقت من يومين ذكرى سنة
على آخر جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ومن بعدها مجلس النواب مسكر بابه بوجه أي جلسة انتخابية، وأنتوا ككتلة عم بتضلوا تطالبوا الرئيس بري بأنه يفتح المجلس ويصير فيه دورات متتالية وجلسات متتالية وإلى آخره. بذكرى السنة، يعني بطلنا هلأ نعيد ذكرى الفراغ، صار ذكرى السنة على آخر جلسة انتخاب ما أنتجت رئيس، بهالذكرى هل ما زالت الطريق إلى بعبدة مقطوعة تماما؟ للأسف قطعت سنة وبعد ما تحرك المجلس النيابي، يعني آخر جلسة فعلا من سنة كانت لانتخاب رئيس جمهورية. وللأسف أكثر أنه الكلام بدل ما يكون عن ماذا يحصل اليوم بجلسة الانتخاب الرئاسي وتكون هي محور الكلام اللي هي أساس الدستور اللبناني، عم بيصير كلام وحراك وتعب حول شيء آخر، ساعة يسمى بالحوار نقاش وفتنا بالتفاصيل الدقيقة بهالموضوع، وكأنه هناك نوع من عمل لإخراج الرأي العام اللبناني من قبول وتطبيق الدستور وحماية الدستور المحافظ عليه إلى شيء آخر، وكأنه الشيء الآخر هو طبيعي، كأنه الحوار هو الطبيعي وجلسة المجلس بتجي شغلة ثانوية، علما أنه المجلس النيابي دوره الأساسي هو أنه يلتئم وينتخب رئيس جمهورية، كل شيء آخر هو انحراف عن هذا النص. هيدا السوري. المبدأ اللي أنتوا عم تحكوا فيه عم يكون مشكلة مع كل الأطراف، ويعني أنتوا يعني أنتوا والرئيس بري في سجال طويل عريض صار من هذا، مش كل الأطراف، لا بس الأطراف الثانية اللي عم تفتح مبادرات، يعني كمان كتلة جبلاط مستعدة للحوار، جبران باسيل صار بده حوار، سامي جميل عنده شروط تيقبل بالحوار، كلهم كأنه لينين إلا أنتوا. وعلى كل حال حضرتك كنت بمعراب وقت اللي طلع تيمور جملاط والوفد، كنت بالصيفي وقت اجى جبران باسيل على الصيفي، رح اعرف منك التفاصيل، بس قبل خليني اسال استاذ رضوان، بعد سنه من اخر جلسه وانت يلي عم بتشوف كل الاطراف وعم تكتب مقالات ومعطيات ومعلومات من كل الاطراف، بعد سنه بعدهم مطرحون؟ يعني بعدهم في تقاطع؟ يعني أصلاً جهاد أزعور وين هلأ بعد سنة؟ أولاً هل بعده مرشح التقاطع؟ نعم. هل سليمان فرنجي بعده على 51؟ يما قل يما زاد يما شو صار؟ أولاً موضوع انتخاب رئيس الجمهورية هي مسؤولية النواب 128، كل القوى تتحمل مسؤولية هذا التأخير إلى اليوم من دون استثناء، بس هني بيحملوا المسؤولية لرئيس المجلس لأنه هو بده يفتح الجلسة. مضبوط. القوات اللبنانية من حقها أن تقول ما تشاء، هي فريق أساسي وممثل أساسي بالخريطة النيابية بمجلس النواب وحقها تفعل ما تشاء، بس ولكن عندما يتحدث دولة الرئيس موضوع الانحراف انحرف عن مساره مجلس النواب، اولا هذا المجلس هو يشكل الرئة السياسية بالحياة بالبلد، يعني من دون هذا المجلس تتعطل الحكومة الى مكان ما ونقدر ننتخب رئيس جمهورية. ما هي هذه الجريمة التي يرتكبها الذين يدعون الى طاولة حوار او تشاور بهذا المحل؟ القوات اللبنانية تقول انه نحن لا نريد خلق اعراف جديدة. خلينا نعترف بكل تاريخ انتخابات رئاسة الجمهورية في اليوم لليوم من 43 لليوم، ما نحن ما كان في مجموعة مشاورات وتشاورات، حتى بأهم انتخابات سنة 1970 اللي وصلت سليمان فرنشي الجد الله يرحمه لرئاسة الجمهورية على صوت واحد، كان في هناك اتصالات دولية ومحلية، حتى الاتحاد السوفيتي ما عم بيعرضوا الاتصالات، عم نطرحها، نحن عم نطرحها هيك، عم نقول إذا بدكم حل شوي يطر الأمور، ما بيمنع إنه يكون في دائما تشاور ضمن الدستور، بس ما بدهم هني طاولة بس حوار وبنصها في لا ما دائما ما دائما كان ينتخب رئيس جمهورية بالحوار، بالحوار ما كان يصير في طاولات حوار دائما لانتخاب رئيس جمهورية، اتصالات ومشاورات، اتصالات ومشاورات، انا بدي اقطع امور ببعض الحوار هادي، اسمعونا اللبنانيين، هو عم يسمعونا اللبنانيه بوضوح، اي شيء ممأسس يترأسه احد من هيئة مجلس النواب أو رئيس المجلس مسبق كشرط مسبق للذهاب لانتخاب رئيس جمهورية، هيدا هرطقة خارجة عن الدستور. هيدا وجهة نظرك النقاش بس لا مش وجهة نظر، النقاش حول أسماء رئاسية بمجلس النواب غير مجلس النواب ما بيأثر
لما يكون في تشاور. اليوم عم بيصير في تشاور، من سنتين عم بيصير في تشاور بين الكتل النيابيه كلها، ما في كتله ما عم تحكي مع كتل اخرى بالاسماء بالمواصفات بالتشاور بالرئاسي. شو خليني افهم وجهه نظرك، شو المانع؟ شو المانع هو فقط بده الحوار، شو المانع انه هذه المشاورات كانت تتم بين كتل نيابيه؟ وانت اذا بتحاور خيك وفريقك فريق سياسي اخر، منو هذه الجريمه؟ سواء انت لا 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 وقعوا هلا الافرقاء كلهم بموضوع الشكليات استاذ جورج، لا مش شكليات ابدا، كل الجوهر انه بيدعي رئيس المجلس ولا بيدعي هيئه مكتب المجلس ولا والله كتله النواب. هناك باختصار عمليه مناكفات وفيتوات متبادله بين قوى سياسيه. لا 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 مش مناكفات، ما تخفف من قيمتها، لا 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 ما تخفف لا من قيمه خرق الدستور من قبل رئيس مجلس النواب، ما تخفف من أبداً قيمة أبداً خرق الدستور من قبل رئيس مجلس النواب. لا مش شكلية، كيف الرئيس، كيف دولة الرئيس دولة الرئيس قبل شوي أي شيء خارج النص الدستوري خرق للدستور، مش شكليات، هيدا جوهر خرق مباشر للدستور على دعوة الحوار. نعم مش شغلته يدعي لحوار، شغلته يترأس جلسة مجلس النواب ويقوم بالانتخابات. الحوارات تحصل لامور اخرى باوقات للاسف يا دكتور، وليس هيدا من وظيفه رئيس مجلس نواب ولا هيئه مكتب عملنا المجلس. عملنا اكثر من جلسه للاسف، انا كنت كصحفي لانه رئيس مجلس النواب وفريقه السياسي عطل الجلسه بالاذن منك، كنت اخجل من صحفيين عرب واجانب وزملاء. لا ما تخجل، هيدي الديمقراطيه الحقيقيه، ما تخجل افتخر، ولو 100 جلسه افتخر انه نحن عندنا ديمقراطيه، خجال من اللي عم بيطلع الديمقراطيه وياخذك لاحكام عرفيه. انا معك، خجال من الحكم العرفي، وعلم بقيه العالم الديمقراطيه. بس لحظه، بس كنت تخجل لانه شو؟ اخجل لانه هيدي الصور هزليه، اصبحنا اخر شيء جلسات، بالاخر جلسات هزليه، لا ما في ضرب ديمقراطيه. لحظه بس استاذ رضوان، مش هزليه ابدا، هيدي الديمقراطيه اللي في فريق كان عم بفقد النصاب، طيب مش مسؤول هذا الفريق عن عدم الوصول الى جلسات جديه؟ لحظه شوي، عم بيجي رئيس المجلس عم بيقول لهم نحن بموضوع طاوله هذه المشاورات اللي بدكم اياه، نقاشات او كذا، كانت ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، اللي بدكم اياه نقعد بنحكي بهيدا الموضوع. بلزموا انا للرئيس بري بهيدا الموضوع، عم بقول انا بديش كتلتي على الاقل تتغيب عن هذه الجلسه. وفي بتعرف شو المشكله كلنا نحن، بس نامن 86 صوت ونامن موضوع الثلثين، هيدا الصح. الكتائب اخر فتره حسينا مروني عندها، الجبران باسيل محافظ الألقاب نفس الشيء، اللقاء الديمقراطي مع اليوم الأول، كل هذه القوى السياسية من عدا القوات اللبنية ما بدها شيء، مراهني القوات اللبنية على شغلي، مع احترامي لها مراهني على شغلي انه بهذه الطريقة يتقاقر حزب الله في الجنوب، لنا سنة بهذا لنا 8 اشهر بهذا الموضوع، هذا الفريق يضعف اخر شيء، هذه الدولة تتحلل، هذه المؤسسة تتعب، اخر شيء هذه في حسابات انتخابية، بنروح بكرة على الانتخابات النيابية المقبلة، نحن اسياد ونحن ديوك ال ايه. بس ليش دائما في نظرية المسائية. ليش في نظرية الاتهام بالوقت يلي وجهت نظر القوات؟ هلا ما بدي احكي عنه، بس وجهه نظر القوات انه حزب الله لا يريد انتخابات يعني رئاسيه. هلا بتعرف اني كيف عم بروح؟ هيك بتقول، بتعرف اني كيف هن شو عم بروح؟ حاطين شرط اساسي، يا فريق اخر اسحب لنا سليمان الفرنجيه من دائره المرشحين، جبران باسيل بده ملتقين هالنقطه الوحيده يسحبوا سليمان الفرنجيه من هذا الموضوع. انا بدي اسال باي ديمقراطيه انا بقول له لمرشح انسحب، كان بيوصل او ما بيوصل؟ هذا الامر ما بيعنيني، الصندوق الاقتراع هي اللي بتحدد هذا الموضوع. انا ما في اقول له لسنية امل وحزب الله اسحبوا سليمان الفرنجيه، وانا اجي اقول لك اسحب الاستاذ جهاد ازعور، ليش بدي اسحب؟ ليش بدي اسحب الموضوع هذا شوي؟ خليني ارجع لعندك. اول شيء هون لا ما نخلط بين مواقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه والكتائب وهن ونحن، هيدي خبريات مش مزبوطه. يعني كل اللي قالوا بتمنى لا صحح لك بعض النقاط يلي منا دقيقه باللي قلته. وهي اولا القوات اللبنانيه ما طالبوا بشيء، قالوا بس بدنا جلسه انتخابيه تصير بمجلس النواب، في تشاور ممكن يصير حول اسماء رئاسيه، وتشاورنا. وبرجع بذكر كان عندنا مرشح اسمه ميشيل معوض لكل المعارضه، انتوا اليوم معكم مرشح، انتوا اليوم قوات معكم، رجع صار عندنا مين مرشحكم اليوم؟ مش رح اقول لك، بقول لك بجلسه الانتخابات، او اذا حابين يتشاوروا معنا، اللي حابب يتشاور معنا خليتوا على جهاد ازعور؟ تخليتوا؟ لا، عندنا مرشح اسمه جهاد ازعور، وبعدنا متفقين عليه مع التيار والكتائب وكل المعارضه. عم بقول لك بعدكم متفقين عليه؟ صحيح، متفقين عليه. اخر جلسه كان التاكيد على هالموضوع، انتم متفقين انتم اليوم جبران باسيل رغم كل هالحرب اللي بيناتكم؟ لا بس متفقين عليه؟ جا السؤال، مش متفقين، متقاطعين على هالاسم هيدا، طالما اليوم ما في اي اسم بس هلا بعد 12 شهر بعدكم متقاطعين عليه؟ خلينا، ليش عم روح لمطرح ثاني؟ انا عم صوب بعض النقاط. اولا انا لا بهيدا اولا لا لا لانه وين رح اوصل لك الاسامي، عن مرشحين جهاد ازعور وين اليوم؟ رح اوصل لك الاسماء. نحن اولا بس قبل ما اوصل للاسماء، لا لا لا، في اتهامات انكبت مش مزبوطه برأي العام، في محاوله اليوم لتصوير انه القوات هن سلبيين تجاه الانتخابات الرئاسيه، وهذا مش مزبوط. لانه اولا
بدأنا نحن قبل ما يخلص العهد نقول رح يخلص العهد يا جماعة، الدستور بيقول قبل ما يخلص العهد بتروح بتبلش انتخابات لحتى يصير في انتقال للسلطة بين الرئيس السابق والرئيس الجديد. مصاري، لما صار في فراغ أول ناس قلنا لازم ننزل على المجلس بحسب الدستور ننتخب رئيس، حضرنا كل الجلسات وصوتنا لمرشح نحن نعتقد أنه لازم يجي رئيس جمهورية. مصاري منكمل ما منوقف، المجلس النيابي بينوضع تحت ضغط حتى يختار. ليش منكمل؟ ما منقول صار في 12 جلسة وهيك ما قدرنا وصلنا، لا ما قدرنا وصلنا لأنه ما حدا راح للدورة الثانية بولا جلسة. لو رحنا لدورات ثانية كانوا جبروا النواب يختاروا رئيس ب 65 صوت أقل. أنت كنت هذا السلاح، ولكن أنت بس شوف سليمان فرنجي رح يوصل والمرشح اللي بدك شيء. خلينا نروح على الجلسة ونشوف. لا لوحتوا فيه، خلينا لوحتوا فيه يا دولة الرئيس، لوحته فيك. لو انا عامل لك من انا سمعت من نواب المعارضه اذا مرشح لنا ما انا عامل لك من هلا ملتزمين باي باي تصويت اللي كان ما راح نطير النصاب، عامل لك اياها مباشره على الهواء. بس لوحته فيها لا نسيل اللي لوح وما لوح. شو لو ما انتوا حكيتوا؟ طيب من سنه لهلا ليش ما انفتحت ولا جلسه؟ اذا مش خايفين من هالموضوع ليه يفتحوا الجلسه؟ اذا خايفين هلا صار الرعب تبع رئيس مجلس النواب انه نطير النصاب. انا مواطن لبناني، ما راح اجاوبك. لا ما في، لانه ما عندكوش مرشح يعني. لا اذا ما عندكوش لانكم عم تستعملوا اسم جهات مزعود. لا مع احترامي لانكم ما راح نقيم احنا في مرشح من بعده تقاطعنا على مرشح اخر اعتبرناه وسطي ومقبول من شريحه اوسع من الناس اليوم. شو لكن بدنا نذكر جلسات مجلس النواب يلي عم بيعتبرها معيبه، نحن بنعتبر المعيب فيها هو انه ما انتقلنا للدوره الثانيه بالجلسات تنوصل لانتخاب رئيس جمهوريه، وكان في مين عم بيعطل الجلسات وهو مسؤول عن إقامة الجلسات. هو أكثر واحد مسؤول عن إقامة. بدي أرجع معك لموضوع الحوار. هلا لما قلت لما قلنا نحن منفتحين ونطلب وما عندنا مشكلة إنه يصير في تشاور حول الأسماء وحول المواصفات، وأكثر من سنة صار لنا بنقول نحن مع التشاور. كلمة التشاور من وين طلعت؟ شو يعني تشاور؟ مش تفصيل. تشاور كنا بنقصد فيه بوضوح إنه أي نقاش يحصل بين القوى السياسية بالبلد يبقى داخل الدستور ولا يكرس أعراف مسبقة للانتخابات الرئاسية. ممكن نتشاور نحط المواصفات، بنقعد بالمجلس النيابي وبنتشاور بين الدورة والأخرى. يا دكتور هيدا الكلام ممكن نتشاور حلو. حتى قبل بس 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 انتو لكن بس اليوم انتو خليني اسألك لحظة استاذ رضوان، بس انتو ما عملتوا هيك. بلا ما عملتوا هيك من قبل. لا هيك عملنا. انتو كرستوا تفاهم مع راب يلي اجا على اساسه الرئيس ميشيل عون رئيس جمهوريه. تمام مش مظبوط. وما كان حوار، كان الغاء للاخرين. لا يعني اولا جيتوا انتوا عملتوا تفاهم مع مش مظبوط. وصلوا اخر شيء اصغر مدير عام بالطوائف المسيحيه اتفقوا عليه وكتبوها يا سيدي. كتبوا مين المدير العام؟ وزعوا مدراء العامين. لما صار مدراء العامين صار في تفاهم، الغى كل الاخرين وبموجب هذا التفاهم. اسال الشيخ سامي جميل الرئيس ميشيل عون رئيس جمهوريه، وانتم حسب هذا التفاهم اتقاسمتوا كل المواقع وكل المناصب. هلا بعدين شو صار؟ شيء ثاني بدك تعيدوا؟ هيدا اول شيء بتحب هلا عملتوها وشو كانت النتيجه؟ اول شيء عملتوها ب 2015 صار في تشاور حول الاسماء الرئاسيه. قديش طال الفراغ؟ سنتين ونص تقريبا، ما هيك؟ وكان في تشاور. نتيجه لهذه التشاورات والكلام والنقاش اللي كان صاير، الكتل النيابيه بغالبيتها كانت عم تدفش بانتخاب الرئيس ميشيل عون. الرأي العام كله كان بده ينتخب الرئيس ميشيل عون بشكل كتير كبير، ما هيك؟ لا انت رحت عند ميشيل عون. الى ذلك لذلك استاذ غسان رحت عند ميشيل عون. صار وقت النقاش مع ميشيل عون، هربا من سليمان فرنجي. عم بقول لك رحتوا عند ميشيل عون هروبا من سليمان فرنجي. ليش بدك تخيرني بين السيء والأسوأ؟ خلينا نقول اللي صار انه كان في دفع كتير كبير بهذا الاتجاه. هلا كان السيء والأسوأ، كان في تقارب كتير كبير دولي واقليمي ومحلي والى اخره على هالاسم هيدا. تم اتفاق مع راب بأمل، على أمل أن يكون هناك ضوابط على هذا العهد كي لا نقع بالانهيار اللي صار. طبعا هذا الاتفاق لم يتم احترامه وطار. حتى ما نرجع للماضي، خليني بهالحالة ذكرك من 2006 لل 2007 لل 2012 ولل 2015 ولمن بعد 2015 في 2017 و 2018 كل شيء تسمى طاولة حوار ونقعد حواليه ليطلع بنتيجة طلع يا بنتيجة مؤقتة يا ما طلع بنتيجة. والنتيجة المؤقتة كانت عم بتزيد
مدماك زياده بالحجر يلي عم بهبط البلد ويلي عم بيوصلنا للانهيار. خليني اسالك، لا لا لا، تهبيط البلد، تهبيط البلد شو النتيجه؟ الاعراف التي معلش تهبيط البلد اذا ما بتحكي مع فريق البلد كان نتيجه، اذا ما بتحكي مع حيك بالبلد هيدا تهبيط البلد، هيدا تهبيط البلد. اذا بدك تقول له مرحبا، الحكي اللي وصلك لهون لتهبيط البلد، تهبيط البلد مش طريق، بس ما تحكيش مع فريقك. في شي بلد بالعالم عازلين ازمه؟ مين قال ما عم نحكي مع بعض؟ مين قال ما عم نحكي؟ هلا شو بدك تحكي بمشاريع المجلس النواب؟ لا لا لا، مين قال ما عم نحكي بالموضوع الرئاسي بالتشاور مع هيدا الكلام؟ هيدا الكلام لا بيقنع، لا بيقنع حزب الكتائب، شو كان عم بيعمل؟ ولا بيقنع التغييريين، شو راحوا؟ ولا بيقنع على المستقلين. ايه لحظه ولا لحظه، خلينا بس بتحب تجاوبني، جاوبني ترجع جاوبك على رواق. هو عم بيسالك، هو عم بيسالك انه هن عم بيحكوا مع كل الناس، ولكن مش نحن هلا عم نحكي مع حوار رسميه. طيب انا بس هن منفتحين للتشاور. شو كانت هذه الجريمه الكبرى وبيحكوا لي اعراف وما اعراف؟ اذا قعدنا يومين او ثلاثة ايام، اذا كان الهدف انتخاب رئيس الجمهوريه المارونية، اولا لانه هذه الخساره خساره مسيحيه قبل ان صار وطنيه لكل البلد. بس تعرف شو في حسابات؟ شوي انه هلا من راهن خلي التيار الوطني الحر يتقهقر، وخلي حزب الله يتقهقر، حتى في وجهه نظر كمان جديده انه بلكي حزب الله بيخسر بكره بالجنوب، ساعتها بنروح بنجيب نحن المرشح الذي نريده بهذا المحل، علما حزب الله لا يربط جبهه الجنوب باستحقاق الرئاسي. من حق هذا ومن حق التيار انه يقول انا بدي سليمان فرنجي. عم بالك هيدا هذا رايه تحليل، بل اكثر. تعرف شو في ناس ربطوها بالانتخابات الامريكيه؟ تعرف شو انه بكره بيجي ترامب بيعمل مشكل مع ايران وبيضرب ايران، حزب الله بيتقهقر، وساعتها بتصير الاداره الامريكيه اقوى بالمنطقه والجمهوريين هن الاقوى. خليني اسالك اسئله محدده. لما عم بتقول يعني قال لك الاستاذ رضوان انه سمع كذا مره من نواب بكتلتكم انه بدكم تفقدوا، بدكم تعطلوا النصاب اذا ما كان على كتبتها كتبتها وكتبتها. ايه هلا اليوم عم بتقول انه لا، لا خليه يشربونا. ايه بس بالدورات المتتالية صحيح بيربح الرئيس ب 65 صوت، ولكن بحاجة لنصاب ال 86. انتو قبلانين تبقوا تأمنوا النصاب بدورات متتالية بعدين؟ بدي يعني نعم. ما بتفقدوا النصاب؟ لا. طيب ومين مكان الاسم يلي ممكن يطلع رئيس؟ ما في مشكلة. يعني مثلا افترض انه رحنا على جلسة انتخاب باسمين او بثلاثة وكان الكفة مايلة لسليمان فرنجية، بتقوموا بتعطلوا النصاب ولا بتضلوا؟ اذا في نواب حابين ينتخبوه بينتخبوه وبيربح بيتحملوا مسؤوليه خيارهم بكل بساطه. ليش هي الديمقراطيه هيك؟ نحن عم نقول اليوم بدنا نحترم الدستور، بدنا نوصل لجلسات مثل ما بنص الدستور متتاليه الى ان يتفق او مش يتفق، يصل النواب اما من بعد التشاور بين الجلسه والثانيه او بدون تشاور. بالديمقراطيه لما تكون انت عم توصل لمرحله جديه باختيار اسم نهائي وعندك المرشحين صاروا واضحين مين عم يتنافس بالجولات الاخيره، بصير مجلس النواب تحت ضغط الالتزام باسم او باخر وبيتغربلوا وبنوصل. للسبب اللي كان عم بيصير في 12 جلسه وما عم نوصل هو لانه بالدوره الاولى ما فيك تطلع رئيس ب 65 صوت، وبعدين بصير في تطير نصاب من قبل الثنائي وزملائه. سالت سليمان فرنجيل 51 صوت وجهاد ازعور 59 صوت. اليوم اذا بتعمل انتخابات، مين قال لك بيضمن بكره الاستاذ جهاد ازعور شخص محترم ويستحق انه يدير بلد وما عندي ما في اي غبار عليه، بس مين قال لك اليوم بجيب 59 الرجل؟ لانه ظرف أنا من سنة يختلف عن ظرف اليوم، وقت ما التقوا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على ظرف قبل سنة غير هلا. اليوم غير هيدا الظرف يعني اليوم. إذا ما عاد تانين هم ليش خايفين؟ اليوم غير. أنا مش خايفين، مش فرق. أنا خايفين، أنا خايفين ومرعوب لأنه فش رئيس جمهورية، خايفين على البلد، خايفين على كل هاي القوى السياسية. ما كنتوا قد المسؤولية كصحافي مسؤول، كون مسؤول واطلب. حبيبي أنا عم بقول هذا مجلس النواب لازم يكون قد المسؤولية وينتخب رئيس جمهورية ويعمل حكومة. يلا تفضلوا يعمل حكومة. جهاد ازعور شو بقول؟ انا بقول لك جهاد ازعور انا ما بدي اكون ادير ازمه، انا ما بدي اكون مدير ازمه بهيدا الجو، وما فيكم تستعملوا اسمه مطيل للرجل، الرجل صادق هيدا المعك. خليني استعرض معك، خليني استعرض معك شغله، انت حضرتك حرام تعمل هيك لسليمان فرنجيه كمان. اذا هيك ما بيستعملوه مطيه لسليمان فرنجيه؟ هو ليش جهاد ازعور مطيه وسليمان فرنجيه مش مطيه؟ سليمان فرنجيه لا، امل وحزب الله يتعاطيان بكل صدق. ومين قال لا لا يوصل او مطيه؟ سليمان فرنجيه بيقول لك اذا هن انسحبوا او اذا هن فكوا عن دعمه هو مستمر، ما رح ينسحب. يعني هو مكفي بغض النظر اذا هن ضلوا داعمين او لا. يعني الزلمه هو كمان بنفس المنطقه اللي عم بيستعملوا مطيه، ليش عم بيستعمل متهم بس انا بدي ارجع معك. انت اذا بدك تستعرض الكتل النيابيه يلي تقاطعت على جهاد ازعور، بتحس اليوم انه
نص صراح ما بدي يعني اقول نص وبدي اقول بس ما بيجيب ال 59 الرجل اليوم يعني ما بيجيب التقاطع يلي كانوا نواب جبران باسيلي اليوم نواب جبران باسيلي اليوم محافظ الالقاب ما بيعطوه اليوم لجهاد ما بيعطوه اليوم لجهاد ازعور الظرف اختلف العلاقه بينهم وبين القوات اختلفت طيب قبل ما فوت على فاصل بس مش اللي بيعطوا سليمان فرنجي لا لا ما بتعرف قبل ما فوت على فاصل يعني بدي اطرح فكره معينه يعني بإطلالة الوزير سليمان فرنجي بذكرى بإقداس ذكرى مجزرة إهدن الأحد الماضي وقبلا بمقابلته معي وقت طرح أنه ينزلوا الأربع موارن الأقوياء يعني سليمان فرنجي سمير جعجع جبران باسيل سامي الجميل على مجلس سليمان هو الأقوى مع احترامي لألون نعم مع احترامي لألون أيه. سليمان بهيدا الحالة أيه. أقوى أنا بقول له حزب الكتائب بصوت لسمير جعجع بحفظ الألقاب طبعا أيه. هلأ لا خليني أحول القصة لشي تاني شو شي تاني هو. سليمان بهيدا لحظة عمل تحدي روق علي عمل تحدي روق سليمان روق علي أيه. يعني طرح الأربعة ينزل أيه. رجع بالقداس أحد الماضي طرح فكرة انه اذا بدنا نختار الدكتور جعجع يمثل اكثر شيء عند المسيحيين بيكون الدكتور جعجع صح واقترح انه ينزل على مجلس النواب هو والدكتور جعجع ونشوف مين بيربح بكل صراحه هيدا تحدي من سليمان فرنجي لكل هذه القوى السياسيه وتحديدا القوى المسيحيه ايه؟ عم بقول انتم عم بتقولوا انا الاضعف مسيحيا ايه؟ تفضلوا لانه شوفوا وجهه نظر رئيس الجمهوريه مش بينتخبه بس المسيحي هيدي مسؤوليه النواب ال 128 بهذا المحل اذا نزلت على هذا المحل سليمان فرنجي هو الاقوى طيب بهالحاله اذا في حراك ومبادرات وجهود هذا الحراك كل المبادرات حتى الان ايه؟ لم تنتج شيئا صفر عال بس هيدي المبادرات وهيدي الجهود علما أصحابها جورج أصحابها يتعاطون بكل وطنية من الاعتداء للحزب التقدم رح هلأ نسمعهم لا رح يتعاطوا بدهم جهدهم يعملوا رئيس وعم بيشتغلوا جهدهم يقدروا يقربوا إذا انطلقنا من فكرة معينة انطلاقا من اللي قاله سليمان فرنجي إذا نزل على مجلس النواب سليمان فرنجي وسمير جعجع والجهود يلي عم بيبذلوها الأطراف من كتلة الاعتدال للقاء الديمقراطي لما بعرف مين إذا كمان اتفقوا على اسم اللي هو قد يشكل خيار ثالث يعني ليش ما بننزل على مجلس النواب باثنين الأقوياء اللي هن أقوى اثنين سليمان فرنجي وسمير جعجع لنقل وخيار ثالث ناتج عن كتل تعتبر حالة وسطية أو معتدلة شو بيمنع أنه ننزل هيك على جلسة؟ سؤال بيتنص الدستوري هي هيك الواقع أي شخص ممكن حط اسمه بالاقتراع بالتعارف أنه يكون ماروني شخصية مارونية ما في شيء بيمنع بكرة الصبح تفتح الجلسة واللي بيشعر حابب يصوت للي بده إياه بيصوت مثل ما صوتوا 77 نايب ضد سليمان فرنجي ضد طبعا وجبت عم بقولوا 51 صوت بس في 77 صوتوا ضده انسي المقارنة بين مين صوت هل مين صوت هل ليش الدكتور جعجع يعني ما بيترشح سألك سؤال الدكتور جعجع ما حدا ترشح أقوى ليش ما بيترشح فينا نحن نقرر بدنا ينحط الأصوات اللي اسمح لي لك لا لك ليش اسمح لي لك لأنه نحن بيأخذ بس أصوات القوات لأنه نحن أساسا الكتائب ما بيصوتوا ما بيصوتوا له أولا خلي يطلع الأستاذ شيخ سامي جميل يقول أنا بصوت له ما بيصوتوا اولا تغييريين جزء من التغييريين العدد الاكبر تجدد. ما بيصوتوا له انا مش عم منتقص بالرجل جزء من التغييريين العدد الاكبر من مجلس النواب ما بيصوتوا يا جماعه هل فعلا اولا هل فعلا انا طبعا عم بقلل من الرجل وبكره بتصير في انتخابات بيطلع الاول مسيحيا بس بموضوع الرئاسي بس ما بيقدر هل فعلا يعني قرينا بعض المعطيات او المعلومات انه بعد اقتراح سليمان فرنجي صار في عبر القنوات يلي بيتواصلوا فيها القوات والتيار صار في تواصل لجس نبض جبران باسيل اذا ممكن يصوت للدكتور جعجع بانتخابات الرئاسة لأنه جبران باسيل أبدا مش مقتنع بسليمان فرنجي هل هذه المعلومة صحيحة؟ تسمح لي ما أدخل بهالتفاصيل تسمح لي ما أدخل بهالتفاصيل لألك ليش صوته للدكتور جعجع؟ ايه؟ ما بيعمل لألك ليش؟ لا أنا بدي في معلومة فهمت قالت أنه صار في جس نبض لا لا ما اكيد ما في هالحديث ولا يقدم عليها لا لك ليش جبران باسيلي يشيل سليمان فرنجي من الطريق ويشيل قائد الجيش قبل شوي زميلنا جون عزيز كان عم يقول انه بده النكره نكره لا كمان حتى جبران باسيلي بهذا الحاله منه سهل مفاوض سهل اذا انتزع من الثنائي او اذا سليمان فرنجي قرر انا معاش بدي ترشح ساعتها كمان مين قال لك بده يتركها هيدا المحل بده يكون في له حصه صانع رئيسي بالرئيس المقبل لحظه بس في عندي شيء حلو لك ما حدا قايله نشوف شو هو ممكن يستعملها الوزير باسيل لهالنقطة هيدي بال
التفاوض يلي عم بيعمله مع حزب الله والثنائي ليجي بتفاهم يجيب رئيس هو راضي عليه يعني وكذا. بيلوح بإمكانية دعم سمير جعجع ما هو قال يفاوض الثنائي على شيء ثاني. الثنائي عارفين انه بيصوت عارفين انه ما بيصوت ما عارفين ما بيصوت يعني ورقه مش رابحه ما بيصوت بقول لك بس ممكن خليني فوت على فاصل قال بس انا عم بقول لك اياها قبل ما تفوت على الفاصل لانها مهمه لإلك. قال باجتماع المعارضه انه هو ذكر للاخرين انه انتبهوا شو بتحكوا يمكن اعملها وبالتالي مستعد يستعملها بالاجتماع يلي نعم. حضرتك يلي كنت موجود فيه بالصيفة نعم. وقت اللي اجا زاركن الوزير جبران باسيل مع المعارضة ببيت الكتائب مع المعارضة والتقى المعارضة وحضرتك كنت موجود نعم. نيابة عن الجمهورية القوية شو سمعته مزبوط منه؟ لا لا بدك لك كل التفاصيل بس عم لك على هاي النقطة اللي قادر تقول نقطة خطيرة كلمة ايه كلمة اللي قالها انتبهوا شو بتقولوا لأنه معقول أعملها بما معني أنه أكيد ما رح يعملها ولكن بيستعملها بالنقاش والمفاوضات يلي عم بيتفاوض فيها هيدا كلام يعني هيدا كلام رد فعل شو كان لا يستأهل مثلا الشيخ سامي شو عمل لا يستأهل كان في كلام للشيخ سامي تاني يوم بالإعلام وذكر فيها أنه ولا حدا من الأقطاب هو يجب أن يكون مرشح وعلينا أن نذهب الى مرشح مقبول من الجميع لانه منطقيا مظبوط سامي جميل مش مظبوط ولا دكتور جعفر على الخلافات المرامية ما نحن كمان من الاساس شو عم نتذكى على بعض من الاساس قلنا انه دكتور جعجع لن يكون هالمره نحن عم نصوت له بالمجلس النيابي ومرشح للرئاسي لانه بنعرف كمان انه في واقعيه بالبلد بدنا نروح على رئيس مقبول من شريحه واسعه وبرجع بذكر انه سليمان فرنجي 77 صوتوا ضده حتى ما نضل نتعذب بهالموضوع انا مش عم بقول الشيخ سامي خليني ولا خليني ارجع بدوش حدا من الاقطاب بس كمان لو الشيخ سامي مع احترامي له لو في 51 صوت اللي عند سليمان فرنجي بيعطوه اياهم كان بيترشح صبح وظهر وعشيه مع احترامي له خليني بس ارجع لانه هيدي نقطه دقيقه يعني حتى الناس ما يفهموها بشكل خاطئ وقت اللي اجا الوزير جبران باسيل على الصيفه للقاء وفد من نواب المعارضه وحضرتك كنت موجود بالصيفه بكلامه لإلكن لمح او قالكن انه عم بيستعمل ورقه لا ما قلت هيك انا شو انا قلت قراءتي لهذا الموضوع قلت اللي قاله هو قال انه ذكر قدام الباقيين انتبهوا شو بتحكوا لانه يمكن اعملها بس مش اكثر من هيك يعني قالكن إيه؟ انه قال قدام الباقيين يعني مين يعني الفريق الاخر صح الفريق الاخر هلا متاكد باحترامي لكلام انتبهوا ممكن إيه؟ انتبهوا ممكن اعملها إيه؟ يعني ادعم دكتور جعجع يعني هلا قال هذا صدقوا هن ولكن لا هن مصدقينه ولا احنا مصدقينه ولا حدا رح يصدق شيء هذا ولكن اذا ليش قال لا قضيته استخدم بتفاوض بالمناورات هيدي كلها تضيع وقت حتى نكون انا ليش قلت هالشيء كله تضيع وقت لانه المرشح يلي بده يربح هو اللي يحصل على اكثر من 65 صوت بالدورات المتتاليه قد يتم التشاور حول الاسماء لغربله بعض الامور وتسهيلها ضمن الجلسه بين الجلسه والاخرى بدون ما يكون في شيء شروط وحوارات مسبقه هيدي هي الديمقراطيه وما ننسى بهيدي الديمقراطيه رئيس بري طلع ب 65 صوت مش انه طلع بكسح بس كمان في شغله وطلع واحترمنا في شغله انه في فاصل اعلامي بس لا لا في بس عم نحكي نتفق كمان في شيء ضد الديمقراطيه افترض صارت هذا اللقاء انه اتفقنا على ثلاث اسماء واربعه اسماء طيب انا ليش بدي امنع نائب واحد يا اخي بالبرلمان من اصل 128 بده يصوت لاكس من الناس ما كمان ما في شوي في شوي ضغط خلص نتفق على ثلاثه واربعه بنروح فيهم كمان هيدا مخالف للبرلمان ممكن مخالف واحد خامس مخالف حدا يصوت اما بالنسبه للرئيس بري جاب احنا ما قلنا هيك اما بالنسبه للرئيس بري جاب ما قلنا هيك جاب خمسه دقائق ما قلنا متفق على خليني فوت على فاصل اعلاني بعد هذا الفاصل اتابع الحوار مع دولة رئيس غسان حصبان الأستاذ رضوان عقيل وينضم لنا النواب سجيع عطية هادي أبو الحسن وجيمي جبور لنسأل كل واحد منهم مبادرتهم وين صارت بعد هذا الفاصل ونتابع هذه الحلقة مع عضو كتلة الجمهورية القوية غسان حصباني والصحافي والكاتب السياسي رضوان عقيل من جديد مساء الخير أهلا وسهلا فيكم رح ينضم لنا أمين سر اللقاء الديمقراطي الأستاذ هادي أبو الحسن عضو كتلة الاعتدال النائب سجيع عطية وعضو تكتل لبنان القوي جيمي جبور لنحكي عن ثلاث مبادرات وين صاروا وين وصلوا شو حققوا خليني بلش بالأستاذ هادي أبو الحسن في عندي ثلاث أسئلة لكم أولاً مبادرتكم أول شيء مساء الخير أستاذ هادي وأضحى مبارك لألك مساء الخير لألك وللصديقين أستاذ غسان وأستاذ رضوان يا هلا فيك مساء الخير كمان من مسي الأستاذ سجيع والأستاذ جيمي أنتوا سعد مساكم جميعا أنتوا الهوى شمالي يعني اثنيناتكم بالشمال هلا اليوم
ان شاء الله ينفع الهوى الشمالي. انت مع الهوى الشمالي، انت مع بالجبل كمان، انت مع الشمالي، انت مع الهوى الشمالي يوصل على بعبده ولا شو؟ انا لا لا عم بحكي، لا سؤال، سؤال لسجي عطيه لان قال ان شاء الله ينفع الهوى الشمالي. بسم الله بسم الله، كل المرشحين الشمال ما كلهم من الشمال يعني، عطول اللحصة ماما كيف ما ضبط الهواء بضل اللحصة يعني. هلا شكلتها هيك يعني انه طيب خليني يعني ارجع هلا بدايه الحكي. استاذ هادي، التحرك اللي قمتوا فيه كلقاء ديمقراطي، بدي اعرف اليوم وين وصل، يعني شو الخلاصه، شو وصلتوا لنتيجه، وهل رح تكملوا ولا وقفتوا، وين مكملين اذا رح تكملوا؟ يعني اولا نحن الحركه اللي بداناها، وبشكرك انه هي حركه وليست مبادره، اولا لم تاتي من فراغ بل اتت من سياق قديم. اولا نحن نؤمن بالحوار، اسمحوا لي، حتى بفتره الحرب المشؤومه كنا نتحاور ونلتقي على الكثير من الامور كي نحفظ ما تبقى من لبنان. طائف رحنا على حوار، الدوحه رحنا على حوار، نحن بالجلسات 12 كنا بكل مرة عم ندعي لشكل من أشكال التوافق والحوار، علما أنه كان عنا استفاف واضح. ويمكن المبادرة الحقيقية اللي أطلقناها أطلقها وليد جملاط ب 19/1/23 عندما حاول توسيع مروحة الأسماء لما وصلنا للإستعصاء ولم نوفق، وبعدين وصلنا لحزيران كانت آخر جلسة، واليوم عم نحتفل بالسنة 12 للأسف بالذكرى الأولى لتعطيل المجلس النيابي. لوين وصلنا حتى هذه اللحظة؟ لم نصل إلى أي نتيجة، صفر. وبقدر ما نحن عم نجرب نوصل لنتيجة وما نحقق الهدف، بقدر ما بيزداد القلق لدينا. ولأنه هون بدي أحكي بشغلتين، نحن لدينا منطلق، لدينا هدف. المنطلق هو الخوف على الأمن، والخوف على بقاء الدولة في لبنان، الخوف على وحدته في دول كل ما يجري بالمنطقة من مآسي قد تؤدي لإعادة النظر بتركيبة المنطقة. ولبنان هو الساحة الأضعف اليوم في هذه المنطقة ونخشى عليه، نخشى لهذا السبب هدفنا نجرب نوصل لشيء حتى هذه اللحظة. طيب ما قدرتوا توصلوا، ما قدرتوا توصلوا لنتيجة استاذ هادي، بكل صراحة ما قدرتوا توصلوا لنتيجة بسبب شو؟ يعني مين العقدة؟ وين العقدة يعني عند الذين يرفضون الحوار؟ انتم تؤيدون الرئيس بري ودعوتوا للحوار، يعني برأيك كل من يرفض مبدأ التسوية في لبنان في هذه الظرف أعتقد بيكون المشكلة واقفة عنده. يعني مين؟ يعني مين؟ ليش بقى نضلنا بالمبهم؟ يعني بالنسبة لكم القوات مثلا يرفضون الحوار والتسوية، يما المعارضة أو أطراف أخرى أو مين؟ أو حزب الله يرفض التسوية؟ شو بعرفنا؟ لا خليني أنا الموضوع يكون واضح. نحن باجتماعاتنا المباشرة مع كل القوى حكينا كلام واضح، ما فينا ما نحكي مع بعضنا، ما فينا ما نتشاور، ما فينا ما نتحاور، ما فينا ما نوصل للمشترك بغض النظر عن الشكليات. راح تضيع الدولة وراح يضيع البلد، وراحين يمكن على مفترق تسويات الكبرى يمكن لبنان يكون خارج المعادلة. مضطرين نعمل تسوية، مضطرين قبل التسوية نتحاور، ومضطرين أكثر نتنازل عن بعض الشكليات اللي عادة نتنازل عنها بكثير من المحطات، وفي شواهد بالتاريخ بتقول انه بنتنازل عن الشكليات احيانا من مس بالدستور من اجل تحقيق الهدف. نعم هيدي لو نحن قادرين نوصل استاذ جورج، لو نحن قادرين نوصل من خلال الاليات الدستوريه فقط لتحقيق خرق بالاستحقاق الرئاسي، ما نحن جربنا 12 مره، ونحن كان استفافنا جدا واضح الى جانب احترام الاليات الدستوريه والانتخاب، وكان لنا مرشح واضح، ولكن ما قدرنا وصلنا، وكانت دائما عم نوصل لعدم القدرة على تحقيق النصاب 86. واضح عندي بس عندي بتمنى جربنا ما
احنا جربنا. ايه استاذ هادي بس حتى منشان الكونكشن ونقدر نكسب اكثر وقت ممكن معك وننتقل للاستاذ سجيع والاستاذ جيمي. بالنسبه لكم اذا هذا الذي تتحدث به هذه الرساله موجهه للقوات لانه هن الذين يرفضون الحوار، هيك انا فهمت اولا. ثانيا بالنسبه للتقاطع، انتم خارج التقاطع هلا اللي كان من سنه؟ بدي جوابين سريعين على هالسؤالين لو سمحت. نحن بواقعية لا، نحن بس كان عم تتعطل جلسات مجلس النواب كنا عم نطلع بكل مرة نعمل مؤتمر صحفي ونقول الانسحاب من الجلسة خطأ. مزبوط. الأوراق البيضاء يمكن تكون حق ديمقراطي لمرة واحدة ولكن أن تتحول إلى تعطيل هذا خطأ، هالكلام مدون ومسجل. ومن يرفض الحوار حتى أصدقائنا في القوات اللبنانية وغيرهم كان لنا نقاش معهم بالعمق وكنا نجرب ناخذ الموقف القوات والكتائب وبعض قوى المعارضة إلى التوازن من أجل أن نتحاور مع الفريق الآخر. وفشلتوا يعني الفريق الآخر كان عبقلنا أعطونا حوار وخذوا رئاسة. أما بموضوع التقاطع هذا الموضوع لم يعد موجودا اليوم نتيجة انسداد الأفق، بدنا نطلع على صيغة جديدة. إذا بدنا نضلنا نكرر نفس الأسلوب ونفس الطريقة رح نضلنا نوصل لنفس النتيجة. المطلوب أن نبتدع أو أن نبتكر فكرة جديدة تقوم على مبدأ التسوية. نعم. بدي انتقل للأستاذ جيمي جبور. أستاذ جيمي، الوزير باسيل يقول أنه لم نحمل مبادرة بل مجموعة أفكار ممكن أن توصلنا إلى نتيجة. شو استنتجتوا لحد هلأ؟ يعني لوين وصلتوا اليوم؟ أولاً مساء الخير وأضحى مبارك لكل اللبنانيين. النتيجة اللي وصلنا لها اليوم نعتبر نحن أنه في تقدم حصل بتقريب وجهات النظر وبجعل بعض الأمور أسهل وأقرب إلى التسوية وإلى الحلول. نحن نعتبر أنه في طرفي نقيض اليوم بين الكتل الأندية، في فريق يرفض الدعوة إلى جلسة أو جلسات لانتخاب الرئيس، وفي فريق يرفض دعوة الفريق الآخر إلى الحوار، وبين هذين الفريقين هناك حجم لا بأس به من النواب ومن الكتل النيابية الوازنة التي تسعى وترغب بحصول الاستحقاق الرئاسي وبحصول تسوية تحمي هذا الموقع الدستوري وتحمي إنجاز الاستحقاق. نعم. الرئاسي بس أنتو بس اليوم النتيجة اللي وصلتوا لها أستاذ جيمي شو؟ نعم. شو هي يعني؟ عم بقول كان 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 الأستاذ هادي أبو الحسن زميلك واضح وصريح قال لي النتيجة صفر، ماشي ما وصلنا لنتيجة. بالنسبة لكم شو النتيجة اليوم؟ أنا أكثر تفاؤلا لأنه اليوم النقاط اللي طرحها الوزير باسيل بعتقد يعني نحن ناطرين بعض الأجوبة حولها. من مين؟ من مين تحديدا؟ من الـ يعني أولا حزب الله ناطرين بعض الأجوبة منه، وثانيا الرئيس بردي كمان يعني بعد الأعياد سوف نستكمل البحث باتجاهه وباتجاه باقي الكتل. طيب شو الأجوبة يلي بعدكم ناطرينها من الرئيس بري ومن حزب الله؟ فيك تقلنا؟ أولا الدعوة إلى الحوار نحن كنا إيجابيين، نحن لم نحمل مبادرة، نحن انطلقنا من أفكار وضعتها أولا كتلة الاعتدال بمبادرتها، وحتى أفكار وضعها الرئيس بري لما دعا بالصيف الماضي يعني باحتفال ذكرى الإمام الصدر وضع مبادرته ودعا إلى الحوار. لذلك اليوم موضوع الحوار هو أساسي. هلأ سميناه حوار أو بنسميه تشاور، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى الكلام بين بعضنا ككتل نيابية وبحاجة إلى مزيد من التشاور لبلورة الاستحقاق الرئاسي. كلنا نعرف اليوم أنه ما حدا من الكتل النيابية، ما حدا من المجموعات اللي هي مصطفى اليوم قادرة أن توصل لوحدة رئيس أي مرشح ليكون رئيس للجمهورية. لذلك اليوم نحن بحاجة إلى تسوية وبحاجة إلى تقريب وجهات النظر. نعم. هل وبالأخص بحاجة إلى فتح المجلس النيابي للسماح للنواب بممارسة حقهم بانتخاب الرئيس؟ نعم. من هون نحن أتينا إلى الكتل النيابية لنطرح مسألة
الصيغ والآليات اللي ممكن نحن نعتمدها لحتى نوصل للنتيجة. اعتمدنا نحن مسألة الحوار، جلسة الحوار يلي بيرأسها، وما كنا نحن عنا عقدة من رئاسة الرئيس بري لجلسة حوار، ولكن هناك تشاور يعني يلي هذا الحوار، ونحن اليوم عم نتابع هذا الموضوع مع الكتل النيابية. يعني طيب فيها اليوم الكتل النيابية، عفوا خليني كمل، في الكتل النيابية اليوم بعض الكتل النيابية تغيب عن افتتاحية جلسة الحوار، ومن ثم تنضم إلى التشاور الذي يليه. ليش بيقبل الرئيس بري بهاي الصيغة انه اذا غابت كتل معينة عن الحوار ويفتح جلسة انتخابية وتجي هالكتل على الجلسة الانتخابية بس ما تجي على الحوار؟ نحن يا استاذ جورج ما زلنا اليوم عم نتابع ابحاثنا مع الكتل النيابية، مع الرئيس بري ومع الكتل التي هي متقابلة بمواقفها على طرفي نقيض. لذلك اليوم الكلام عن انه النتيجه هي صفر بعتقد كلام يعني شوي بعيد عن الحقيقه، او شوي ما انه ايجابي. نعم. يعني نحن اليوم معتمدين اولا بنعتبر انه الاستحقاق الرئاسي ويجبنا نضلنا نسعى الى انجازه. اثنين، الايجابيات اللي لمسناها من الرئيس بري بتجعلنا نبني عليها لحتى نستمر الكلام مع الآخرين. طيب خليني أسألك سؤال، واضحة الفكرة، بس خليني أسألك سؤال مباشر، هل فعلا لوح الوزير باسيل بإمكانية انتخاب الدكتور جعجع؟ ما كان بالاجتماع، الموضوع اليوم غير مطروح بهذا الشكل أبدا. أولا دكتور جعجع لم يعلن ترشيحه، ونحن وقفنا يعني بموضوع الاستحقاق الرئاسي واضح تماما، يعني إن كان من ترشيح دكتور جعجع أو من دعمنا للمرشحين. يعني نحن لما حطينا مواصفات وحطينا معايير لدعم مرشحين ما كان بيناتهم بينطبق عليه موضوع دعم الدكتور جعجع. أوكي خليني انتقل، أوكي حصل بالسابق. نعم خليني انتقل للأستاذ. لذلك يعني لذلك تفضل. شو لذلك يعني نحن اليوم بمعزل عن اللي طرحه الوزير الفرنجي بكلامه الاسبوع الماضي، نحن بنعتبر انه البحث الجدي لازم يستمر. البحث الجدي هو بالذهاب الى رئيس تسويه، والا الذهاب الى جلسات انتخاب بحال لم يتفق النواب، نذهب الى جلسات وليفرز المجلس النيابي الرئيس الذي ينال 65 صوت. نحن حقنا اليوم الدينامية التي تفترضها تتفقوا فيها مع القوات جلسات المجلس النيابي ان تحصل هذه الدينامية، بعتقد تنتج رئيس. يعني اليوم الطرح اللي موجود عند الرئيس بري واللي نحن تلقفناه وعند كتلة الاعتدال وكتلة اللقاء الديمقراطي، هذه الطروحات يعني اليوم لما نروح على 12 دورة انتخابية لا يعقل ان يبقى النواب جامدين بمواقع معينة وما يتقدم. نعم. ولا فشخة باتجاه. أوكي الاستحقاق. خليني انتقل للأستاذ سجيع عطية، عضو كتلة الاعتدال. أنتوا كنتوا أول من بادر وعمل تحرك وعملتوا مبادرة وعملتوا عدة زيارات للأطراف وللكتل وللأحزاب وللتيارات وإلى آخره وإلى آخره، وبالآخر في مرة حضرتك بتقول هيك بصراحتك وبهيك بكلامك المباشر بتقول صار معنا إحباط. اليوم وين صرتوا؟ شو صار معكم اليوم؟ طلعت غير مبادرات وانتوا بعدكم. نقول لك نحن صحيح طلعنا فيها، واكيد المبادره اللي او الحراك اللي قام فيه اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني مساعد ومكمل وضاغي، ونحن رحبنا وكمان بنيين على انه تكبر هالكتلة النيابية الكبيرة لحتى تكون أكثر تأثير وضغط على إذا بدك هالقضبين الأساسيين بموضوع الانتخاب. هلا بتقلي في إحباط، أنا بقولك بصراحة كمبادر يمكن ما لازم أقولها، بس الصدق نحن اليوم ما بين عنا شيء جديد لحد اللحظة اللي عم أحكيك فيها على القليل من قبلنا. هلا بفهم التيار الوطني عم بيحاول شوي أكثر يكثف لقاء الديمقراطي، عمل كمان لقاءاته، بس نحن كاعتدال اليوم
اخذنا هدنه او اخذنا اذا بدك عبره انه يمكن التوقيت بعده مش كتير مناسب، لانه دائما لاحظنا اللقاء او الجلسه او الانتخاب بس يكون في نضوج بالمنطقه وبعد الهدنه غزه وبعد ما تبين معالم التسويه يبدو في صعوبه. نعم. هلا بتقلي في نحن كلنا سوا عم نشتغل على الشكل وكلنا سوا عم نحاول نزلل بعض العقد بالشكل، بس بقول لك بصراحه هيدا الشكل بينحل بخمس دقائق وقت الوقت اللي بيكون في تسويه كبيره عم تنعكس على التوافق المحلي. نعم. انتوا الوحيدين يلي كان جو القوات ايجابي معكم يعني كمبادره. صحيح. هل صحيح. ليش يعني ليش مع انه انتوا حكيتوا عن حوار وعن شو؟ لقلك ليش، لانه كان بالبدايه نتداعى النواب ومبدئيا كان الاتفاق الاساسي يكون نوع في من التشاور وما كان في دعوه رسميه من المجلس. اوكي هاي النقطه. نعم. هذه بالشكل لذلك بعدين القوات قالوا نحن ما هيك اتفقنا، نحن على اساس تكون تداعي وعلى اساس تكون ما تكون رسميه نحن موافقين. هلا نعم. بعد ما حصل في الدعوه والرئاسه القوات عم بيقولوا لا عم بتصير منتظمه وصارت رسميه، نحن عندنا تحفظات عليها. طيب خليني ارجع ابدو كثير من المرونه ببعض المسائل. نعم. خليني ارجع في نقطه. ايه شو هي النقطه؟ تفضل. لا بدي اقول لك بشكل اساسي نحن هلا ثلاث كتل عمليا نحن موقعنا وسطي كثير مهمه، المساحة الوسطية تكبر الأخطاء. أنا بدعي كل المسؤولين وكل الوسطيين لنشكل قوة ضغطة بتزليل الشكليات وبالإسراع بالتوقيت وعدم الانتظار طويلا، لأنه في خوف أن الحرب بغزة تطول وفي خوف أنه التسوية الدولية أو الإقليمية بالمنطقة تكون طويلة ولبنان ما عاد يحمي. طيب بدي أرجع أسألكم، بدي جواب سريع منكم ثلاثتكم عن الخطوة التالية. أستاذ هادي أبو الحسن، هل عندكم خطوة تالية لما هالجهود أو هالأفكار توقفت عند هالحد بس؟ أولا بدي أرجع أكد على صراحتنا وواقعيتنا مقاربة الأمر، ولما بنصارح اللبنانيين بنحكي بكل وضوح وصراحة. نعم. لا نحن عالقون اليوم أمام استعصاء مواقف المتقابلة وهذا الأمر يجب أن لا يستمر. اثنين، نحن بالأساس حركة سياسية تأتي من سياق وستستمر، ورح يكون عنا لقاء مع الرئيس بري قريبا ومع الرئيس ميقاتي وسنستكمل التشاور مع كل الفرقاء. ولكن في شيء مهم حصل، وأن لم نحقق نتائج بموضوع الرئاسي حتى هذه اللحظة، بسياق النقاش مع كل القوى السياسية تحديدا عند الأصدقاء بالقوات اللبنانية وعند حزب الكتائب، أكدنا على مسلمة أساسية هي التمسك باتفاق الطائف في كل ما جرى من حديث خلال الشهرين الماضيين حول ابتكار صيغ جديدة، لأنه بكل صراحة نحن خايفين على لبنان، خايفين على هذا التوازن، خايفين على رهانات قد تأخذنا إلى المجهول. وواحد من الاستعصاء الرئاسي الموجود هي الانتظار أو الانتظارات الموجودة أو الرهانات الموجودة على نتائج حرب غزة ونتائج الحرب في الجنوب اللبناني، والرهان بهذا الموضوع هو خطيئة وسيزيد الأمر تعقيدا. لهذا السبب تعالوا إلى المشترك اليوم، تعالوا كي نحفظ الطائف، تعالوا كي نحافظ على وثيقة الوفاق الوطني واللي توافقنا عليه واللي كلفنا 150 نعم. ألف شهيد ودمار لبنان، خلينا ما نروح لرهانات تعيدنا إلى نعم. اللي أستاذ هادي عندك جواب؟ أكيد. قلت لي عندك قبل ما تابع مع الأستاذ جيمي والأستاذ سجيع، بدك هلأ ولا على الطائف؟ لا على الطائف بالتحديد. يعني عندك رد على الأستاذ أكيد. هادي؟ أكيد بدي تفضل. أكد له الأستاذ هادي أنه دستور الطائف هو هذا الدستور اللي بالذات نحن عم ندافع عنه، وأي بدعة تخرج عن دستور الطائف والوفاق الوطني هي ضرب للطائف والوفاق الوطني، وما حدا يوارب حول هيدا، وأنا بأكد على اللي عم يقوله الأستاذ هادي. خليني انتقل للأستاذ جيمي جبور كمان، بدي منك جواب. بس بدي أكد على مسألة قلتها بشكل إيجابي أستاذ جورج. ايه؟ إنه بلقائنا مع القوات اللبنانية تم التأكيد على هالموضوع، وسمعنا كلاما إيجابيا من الدكتور جعجع حول موضوع الطائف وحول اللامركزية الإدارية التي نص عليها الطائف، وبالتالي هي نقطة كتير مهمة قدرنا ثبتناها
بالحوارات. شكرا لك استاذ هادي. استاذ جيمي، شو الخطوه التاليه عندكم بشكل سريع لو سمحت؟ نحن لبسنا ايجابيات بالتعاطي اللي حصل بهالفتره بهالمرحله من التشاور، لمسنا ايجابيات عند كثيرين من الاطراف. يعني انا خليني اشير الى انه مثلا السيد حسن نصر الله اكد بشكل واضح انه المساله انتخاب الرئيس بلبنان غير مرتبطه بالجنوب وغير مرتبطه بغزه. القوات اللبنانيه لم تقل انها ضد التشاور. والرئيس بري يعني عم نبحث نحن وياه بالتفاصيل، لذلك يعني انا علي ككتل نيابيه راغبه بانجاز الاستحقاق الرئاسي، ونحن يعني ذكر الاستاذ سجيع الكتل الثلاثه، وبعتقد هودي الكتل الثلاثه يعني رح يشكلوا بالمرحله المقبله قوه ضغط باتجاه انجاز الاستحقاق. طيب بس الخطوه التاليه عندكم شو هي؟ بس لانه الوقت عم بيدهمني بدي اعرف الخطوه التاليه عندك شو هي؟ نحن مستمرين بمسعينا، مستمرين بلقاءاتنا ومشاوراتنا مع مختلف الكتل النيابيه، لانه المساله مساله انجاز الاستحقاق الرئاسي تتجاوز كل الشكليات براينا وتتجاوز كل الاعتبارات يلي البعض عم يعتبرها مانعه من بعض الخطوات. لذلك اليوم نحن مصرين على أن نشكل قوة ضغط تدفع باتجاه فتح المجلس النيابي لإجراء الاستحقاق الرئاسي. شكرا لك استاذ جيمي. استاذ سجيع عطية، هل عندكم شيء تحرك مقبل او استكمال لتحرك ما يما انتم هلا قلت لي اخذين بريك؟ اخذنا افتتاحا بالمجال المبادرات تبع الزملاء الكتل كان باللقاء الديمقراطي كذا، اخذنا تايم اوت يعني شوي بالاعياد. انا معلوماتي انه الخماسيه حتجدد نشاطها اما ثنائيا اما افراديا او مجتمعيا مع بقيه الكتل. نحن عندنا اجتماعين ثلاثه عم نحضرهم مع بعض الاطراف، حنتواصل مع مين تحديدا عم بتحضروا لاجتماع؟ مبدئيا الرئيس بري والقوات اللبنانيه او المعارضه بشكل اساسي، لحتى نشوف اذا بدك يعني عم يتحضر الموضوع ليجي التوقيت، لانه حتى تقريب المسافات تقريب المسافات استاذ سجيع، تقريب المسافات شوي. وبدي اقول لك شغله كمان، عندي هيك ملاحظه، نحن لازم نكون جاهزين، لازم نكون حاضرين، بالتالي اذا وقفنا المبادرة أو المحاولة كلنا سوا بعتقد يمكن التقليعة بتصير صعبة بعد التوقيت. عم نجهز حالنا كلنا سوا، يوم اللي بيتم التوقيت المناسب وإن شاء الله الهدنة بتكون قريبة كتير بتكونوا جاهزين، بيصير في إمكانية للجاهزين. شكرا لك. تعليق صغير بسيط، عندي تعليق صغير بس إذا تسمح لي. الموضوع ليش الحوار أو النقاش أو الجلسة التمهيدية مطلوبة قبل اللقاء قبل الانتخاب؟ لأنه نتائجنا بالانتخابات اجت تقريبا متساوية، لأنه نظامنا بيسمح الانتخابي أنه في انسحاب من الجلسات وفقد النصاب، لأنه المسائية موجودة قدام كل هالمعطيات هيدي، لازم نلتقي لحتى هيدي هاللي نعتبرها يمكن شوائب، يمكن بعد بدها توضيح اللقاء مهم بحوار أو بتشاور قبل الجلسة لحتى نفوت وتنجح جلستنا فيما بعد. شكرا لكم استاذ سجيع عطية، استاذ هادي أبو الحسن، واستاذ جيمي جبور على هذه المداخلات، شكرا لكم. بعد الفاصل الإعلاني بدي تابع مع الأستاذ غسان حصباني والأستاذ رضوان عقيل عن الموضوع الرئاسي، بعد عندي سؤالين ثلاثة وبرجع بدي انتقل لموضوع الجنوب وغزة بعد هذا الفاصل. ونتابع هذا اللقاء. أستاذ حصباني، عندك تعليق له علاقة كمان عن موضوع الطائف ولا في؟ لا، عن الموضوع بشكل عام. تصويب بعض النقاط، أولا كلنا عندنا خوف من ما قد يحصل بالمنطقة أو للبنان، لكن لا يعني أنه اختيار أي رئيس جمهورية اللي كان ممكن يساعد بهالموضوع، لا، ممكن يعمل موضوع أسوأ ويوضع لبنان بحالة أسوأ بالتسويات اللي قادمة. فما نقول فقط مجرد انتخاب رئيس هو الحل كله، لا، بدنا ننتخب الرئيس الصح. تاني شغلة، لما عم ينحكى على يعني المواضيع اللي عم بتركز على القوات اللبنانية، طبعا عندنا موقفنا نحن، ولكن موقفنا يتناغم، ونحن كلنا سوا بالمعارضة عم نعطي الموقف مشترك، عم نحكي نحن مجموعة المعارضة اللي بتنسق مع بعضها.
في 31 نائب وقد تكون أكثر ببعض النقاط يلي متفق عليها. ولما صار الاجتماع الأخير مع الوزير باسيل الصيف كان في ممثلين عن كل هذا، كل أطياف المعارضة اللي هي بهاللجنة التنسيقية كانت موجودة. فإذا اليوم هذا موقف القوات اللبنانية وأيضا هو موقف المعارضة لما نقول إحنا الكتائب والتجدد والتحالف والتغيير وبعض المستقلين مثلهم النائب بلال الحشيمي. فمن هون نحن عم نقول أولا نعم الدستور وحماية الدستور، ثانيا ما عم نتوقف عند الشكليات كما يقال، لا، لأنه اليوم إذا نحن عم نحكي بالتشاور التشاور قد يحصل. حتى لما صار في اتفاق معراب كان ذلك تشاورا ولم يكن هناك طاولة حوار على اتفاق معراب. واليوم لما عم نقول في تشاور نحن إيجابيين جدا، ومثل ما سمعت بمبادرة الاعتدال انطلقنا فيها لأنه انطلقت من تشاور وتداعي النواب. لما انحكى معنا من قبل اللقاء الديمقراطي أيضا ما كان في مبادرة محددة من اللقاء الديمقراطي، لكن دخلنا بصلب المواضيع يلي بتقول نحن علينا أن نقرب قدر الإمكان لانتخاب رئيس جمهورية من دون ما نكسر القواعد الدستورية. ثالث شغلة نحن بس تذكر كمعارضة كان عندنا مرشح، حضرنا 12 جلسة، انطلقنا لمرشح آخر، انفتحنا على التشاور قبل أو خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. أبعد من هيك قديش ممكن نوصل للي عم بيحطونا نحن كمعارضة بالموقف الموازي للي عم بيعطلوا جلسات الانتخاب؟ شو صار تقدم باللي عم بيعطلوا جلسات الانتخاب من سنتين لليوم؟ بعده التعطيل الجلسات نفسه، بعده موقف المرشح واختيار المرشح نفسه، والموقف من الشرط المسبق للانتخابات الذهاب الى طاولة حوار بدعوة من رئيس مجلس النواب نفسه. فإذا ما يقولوا نحن قاعدين بالوسط بين رأيين مختلفين، لا، اليوم أكثر بكثير من هيك، في رأي لا يتزحزح من مكانه، في رأي آخر يعني عم بيقدم كل التسهيلات. وثالثاً متساويين لا أنا متساويين بالتعطيل، وفي هيدا اللي فيني اللي قالوا متساويين، لا بالعكس متساويين بالتعطيل، يعني مش متساويين بالتعطيل، عم بقول لك في طرف من سنتين عم بيعطل الانتخابات، وفي انتو طرف من سنتين نحن ما بدكم حوار، وبدكم اياهم يتراجعوا عن السلاح الفرنجية. لا مش مضبوط، موقف المعارضة واضح جدا وقلت لك ايه هلا، وكل الخطوات اللي تقدمناها هيدي مش تعطيل ورفض، بالعكس تماما هيدي تسهيل. وكل هيدي لا ما نقول متساويين بالتعطيل. وثالث نقطة الله يخليك، ما حدا يقول لي من الشباب يلي عم بيقولوا هن قاعدين بالوسط انه كلهم بالوسط، لا مش كلهم بالوسط. تيار الوطن الحر طرف واحد يفاوض بين الطرفين لنيل اكبر عدد من المكاسب اما من هنا ام من هناك، وليس بالوسط. بس وهناك بس جبران باسيل الوسط فعليا عم تشتغل للوسط. بس جبران باسيل بضل افضل من غيره، قال الرئيس بري. هيدي مديح، انتو شو فهمتوها؟ مديح بالوزير باسيل ولا رسالة؟ كل من يلاقي الرئيس بري بطاولة حوار برئاسة الرئيس بري بيعجبه، هذا اللي فهمناها. لا بس مش مفهم، ما في أبعد. لطشة للدكتور جعجع، لا مش أبعد من هيك، لما بيقولك باسيل أفضل من غيره يعني شو بيقصد؟ مش أبعد من هيك، عم بيقولك مش أبعد من هيك، ويمكن ما يوصل اللي عم يفكر يوصله. بس ما الدكتور جعجع فهمها، الدكتور جعجع فهمها هيك وقال له إن الطيور على أشكالها تقع، لأنه هلا صار فيها التقارب يلي بيفكرونا إنه دايما بيفكروا إنه هن على طول متخانقين، هن مش متخانقين، لا متقاربين لما يحسوا حالهم. ماذا عن التقارب بين الوزير باسيل والرئيس بري؟ يعني هيدا تقارب، ما في عداء بالسياسة، طول عمرهم متقاربين، ما في عداء، ما في خصومة بين بعض. انه احيانا كتير القوات اللبنانية من وقت ما دخلت الندوة البرلمانية تلاقت بالكثير من الملفات والمحطات مع رئيس المجلس او العكس، وجبران باسيل نفس الشيء. بس قبل شوي عم بقول ليش الفريق الاخر بعده كل هالوقت متمسك بسلمان فرنجي؟ اولا هذا حق ديمقراطي يتمسك بالحوار لاخر لحظه، وبالحوار حقي انا بدي فوت على الحوار. لا بنزل هذا حقك، فيك بنزل انا بقول بنزل على الحوار، بس انت تكون طرف بالحوار. لا لا بنزل انا وياك طرف بالنقاش، مش انت تترقص وتكون طرف. انا كتله نيابيه وفريق سياسي، بنزل بقول انا مرشح سليمان فرنجي، انت حقك تقبله حقك ما تقبله، وبنترجم ما بصندوق الاقتراع. ما حدا قال لا. اما قبل شوي حكي كلام كثير لاستاذ ابو الحسن، بكل هيدا الكلام بكل هيدا الجو والشباب يعني تعاطوا بالدبلوماسيه قبل الطائف، انه طلع معهم بالمحصله القوات اللبنانيه ما بدها هذا التلاقي، وكان لا تريد انتخاب رئيس الجمهوريه. اليوم اللقاء اللي صار بين فريق القوات وبين الحزب التقدم الاشتراكي، خرجوا القوات خرجوا الحزب التقدمي بانطباع انه الجماعه متشبسين، ما بدهم كل وقت
اتركوا هيدا الوقت وبدناش نتشاور وبدناش نتلاقى بهيدا الموضوع. حضرتك كنت بمعركة انا كنت رايح هيدا اللي حصل. هن عم حبيبي هلا وبقول لك هلا عطى كل دبلوماسيه خلي شو صار بمعركة. قبل انا بقول لك شو صار. استاذ ابو الحسن عم يتعاطى بدبلوماسيه. هن وصلوا لخلاصه الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء ان القوات اللبنانيه لا تريد هذا التقارب، لا تريد هذا التشاور. هن ما بده يطلع يقول الرجل، بس هو كان بمعراب وقتها يقول بده يقول شو قلتوا لهم. ما هذا كان راي الاستاذ تيمور؟ لا ابدا. طب شو قلتوا له؟ مش مزبوط. قلتوا له بلشوا على تشاور وبدناش طاوله برئاسه الرئيس. اولا قلنا له اللي هلا قلت لك اياه، وكان في تفهم كتير كبير لموقفنا من الاستاذ تيمور جنبلاط ان شاء الله، مش اللي سمعني هلا. يعني كلامه للاستاذ هادي مش دقيق. صحيح مش دقيق. ليش قلت له على الهوا مش دقيق؟ بس فل الرجل قلت له هلا عم بتقول له على الهوا. لا يراجع وبقول له لا. انا بدك رايي. انا حكيت مع اكثر نواب من حزب التقدم الاشتراكي، مع العدد الاكبر من نواب من حزب التقدم الاشتراكي، وطلعوا بهي الخلاصه. شغله ثانيه حكيها الاستاذ هادي، عم بيحكي موضوع الصيغ. بتعرف شو طرح صيغ جديده؟ يعني اليوم اللي عم يطرحه الاستاذ جبران باسيل امر خطير جدا. اللي هو شو؟ اللي هو نعمل انتخابات من الشعب. بتعرف اذا عملت انتخابات من الشعب اول شيء عم بتعدل عم بتغير الدستور، ومنا سهل. بيقدر مجلس النواب هلا يعدل الدستور بهذا الموضوع؟ حسنا قالت القوات اللبنانيه نحن نلتزم باتفاق الطائف من الالف الى الياء، وكلام كل تحيه لهم. بس كمان انتخاب رئيس من الشعب، والاضرب من هيك على 86 لا اضرب تعدل الدستور. ما اذا في 86 بينتخبوا رئيس. انتخاب على درجتين شو يعني؟ المسيحيين بينتخبوا بيشاركوا اول مره، بالدوره الثانيه بيشاركوا المسلمين. يعني الاثنين اللي بيطلعون المسيحيين عم تلزم فيهم المسلمين وكل اللبنانيين. يعني في درجه اولى مواطن درجه اولى، وفي ناخب درجه ثانيه. ومين قال لك بكره؟ مين قال لك بكره الطائفه السنيه الكريمه اللي اكبر طائفه بلبنان اليوم تقبل بهذا الشيء؟ لانه بكره اذا انتخبنا يعني هلا قاعدين عم نحكي قاعدين عم نناقش هذا الشيء. وقتنا صار مزروك وهذا الشيء ما راح يصير. باختصار هذا ما راح يصير. بس بده يقرر. فش انتخاب رئيس بهذا الجو هلا. وهذا المجلس هلا الشباب هلا. فاذا ليش عم تتهمونا انه بضلوا بخلافاتهم؟ قد بنخلص مجلس النواب ما بلش بالسنه الثانيه طالما استنتجنا وبلشوا بالانتخابات يحضروا انتخابات. ومن هلا بده لا لحظه بنخلص ممكن نخلص ممكن نخلص مجلس النواب تكون خلص البلد. ايه ما عادش في مؤسسات اليوم. بس يعني ممكن لا خليني يكون واضح. ممكن نوصل لل 2026 من دون رئيس جمهورية. بيتحملوا مسؤولية كل مجلس النواب. ايه؟ وبتحمل اكثر شيء الافرقاء المسيحيين اليوم. ما عم ليه بدك تحملهم المسؤولية؟ النزيف اللي عم بصير بالبلد اليوم. ما عم ليه 400 مسيحي فوتهم على الامن الداخلي. انا مقهور. انا صحافي ومسلم ومقهور على هيدا الشيء. ما عم بلاقي 400 مسيحي يفوتوا على الامن الداخلي. اول شيء اسمح لي ما اقبل هالكلام. هن بتناكفوا بخلافاتهم هن والتيار والكتائب. ولك شو صارت؟ لا هيدا معيب اللي عم بتقوله وغير مقبول. طيب انا بدي وصلك لنقطه، وحتى ما نضل نحكي عن رئيس بري. هو رئيس بري واجهه لحزب الله كمان، يعني ما مش لحاله عم ياخذ هالقرارات. اولا دوره هو اولا ما اللي بدك تحكي بدك تحكي خلص واحد بيفهم الرئيس. اولا الرئيس بري اليوم بيقول شيخ المهضومين. اولا الرئيس بري اليوم هو رئيس مجلس نواب، واذا بده يتشاور على اسم رئيس جمهوريه مع كتل نيابيه اخرى بده يشتغل معهم بنفس المستوى. ما في يكون هو مترأس وهو طرف بنفس المستوى. اول نقطه النروج. اول نقطه هو عنده فريق سياسي، عنده حضور على الارض، عنده كتلته. ثاني نقطه ليش بدك تمنعه انت يقول رايه؟ هو طرف سياسي ما بده يمنعه. بدي يقول رايه بس ما بدي يصادر لي حقي بالتصويت بمجلس النواب ويعمل وبدي يعمل شغله. ما تصوت يا سيدي. لا سوري عم يخدنا لمطرح هذا. لا ما بدي مرشح. لحظه عندي فاصل بعد. لا مش مزبوط. بس بشكل سريع انا عم بقول دور رئيس مجلس النواب. لا مش نفس الشيء. لا عم بيرجع يكرر اخطاء ويحط كانه هي حقيقه ومش مزبوط. عم بقول دور رئيس مجلس النواب ان يترأس جلسات مجلس النواب بما فيها انتخاب رئيس، والا يترأس حوارات لما يكون هو طرف سياسي بده يتحاور مع غيره. ثاني شغله لما قلت المسيحيين مش متفقين مع بعض. لما قلت المسيحيين اولا رئيس الجمهوريه بلشت الحلقه انت عم تقول انه هذا ينتخب من كل اللبنانيين، يعني مش مسؤوليه المسيحيين بس يجيبوا رئيس جمهوريين رئيس جمهوريه. ثاني شغله لما اتفقوا المسيحيين مع بعضهم قالوا لك هيدا جهاد أزعور، قلت لهم لا بدي انا اتفق على اسم انتم بهذيك اللحظه. بعتذر هذيك التعبير. لذلك ما فيك تلعب. ما كنتوا صادقين بجهاد أزعور. ما كنتوا صادقين. انتم اتفقتوا بهي اللحظه انه منطير سليمان فرنسي. لا انا باكد لك لو كان في دوره تانية جهاد أزعور كان جاب ما لا يقل عن 67 او 68 صوت. بعد الفاصل الاعلاني اختم هذا الحوار بالحديث عن شو. ما كانوا مقتنعين. ما كانوا مقتنعين نزلوا يصوتوا لجهاد أزعور. ما كانوا مقتنعين. هذا هاي الشغلة من سنة. مع احترامي للرجل طبعا. بعد الفاصل بدي احكي عن زيارة هوكستين وعن تطورات الوضع على الجبهة الجنوبية بالدقائق الأخيرة الموجودة عندنا بعد هذا الفاصل.
بالدقائق الأخيرة من هذه الحلقة بدي توضيح منك أستاذ رضوان. لا ماشي أنا عبول صار في سجال لا أبدا صار في أبداً سجال أبداً على البريك على قصة جهاد أزعور مش صادقين لا 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 أنا بحترمه للأستاذ ومن يمثل بهذا الموضوع بس أنا عبول منهم كانوا جديين بانتخاب جهاد أزعور أوكي. لا أكثر ولا أقل وأنا بقول له كنا جديين وفعلا كان ممكن يطلع جهاد أزعور لو صار في دورة تانية بأكثر من 68 صوت أوكي أموس هوكستين جاي التنين على تل أبيب جاي الثلاثة على لبنان نعم. الجنوب والعان كان خلال هذا الأسبوع في خوف عند الكل أنه يصير في حرب نعم. شاملة أكثر. شو المعطيات الموجودة أكثر الأفريق أول شيء صار في اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الموضوع أنه المفد الأمريكي يعني بكون نهار الثلاثة أو الأربعة في بيروت بس هيدا رهن ماذا سيحقق في إسرائيل إذا 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 ما إذا ما شاف نتنياهو ومثل الزيارة الماضية ما شاف نتنياهو ما قدر هذا الشيء ممكن الرجل ما يقدر يجي كمان ما هو بده ياخذ شيء تعاود من نتنياهو بهذا المحل يعني إنه عملية يعني زيارته على لبنان منا أكيد 100% هو صار في اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين إنه بده يجي مع مين مع الرئيس بري مع الرئيس بري مع رئيس مئاتي مع اللي بده يشوفهم يعني مع وزير الخارجية بس الموضوع حتى الآن أموس هوكستين إذا حقق إنجاز وخرق عند هذه العقلية اليمينية المتطرفة اللي بيمثلها اليوم نتنياهو بهيدا المحل بيجي كمان في ربط قبل شوي الأستاذ جان عزيز كان عم بيحكي والأستاذ حسين كانوا عم بيحكوا بموضوع هو الرجل عنده هدف أساسي إذا حصل وقف إطلاق النار في غزة هذا الأمر سينسحب على جنوب لبنان هو عرف شغلي اليوم في ربط أساسي عند حزب الله بين حزب الله وجبهة إسناده لغزة بهيدا المحل هو بده يجي بده يحاول يبرد هذه الجبهة وفي أمور كتير نقاط عدة اللي تم نقاشها مع رئيس بري صارت محطوطة على الورق ومتفق عليها بهذا المحل إذا حصل وقف إطلاق النار في غزة وانسحب هذا الأمر على جنوب لبنان هذا شيء منيح بيبقى في شيء عنده هدف أمريكي الرجل انتخابات الهدف الأمريكي أولا بده هو كمان يصير وقف إطلاق النار بغزة يصير هذا الشيء بجنوب لبنان الهدف الشيء عند الأمريكان كمان بالمنطقة واللي بلش فيها وزير الخارجية يحصل هذا التقارب السعودي الإسرائيلي وتصير عملية التطبيع هذه العوامل كلها هيدي بتخدمه للحزب الديمقراطي بالانتخابات وبتثبته لبايدن بالبيت الابيض يعني في عنده اول شيء واجب امريكي اذا صح التعبير تجاه الرئيس بايدن وبايدن اليوم عم نشوفه فعال اكثر من بلينكن بهذا المحل بهذا الموضوع بس المشكله اليوم عند الاسرائيلي في حال اذا حصل على ايجابيات من عند الاسرائيلي الرجل سيحضر الى بيروت ويتابع النقاط اللي بحثها مع رئيس ختاما استاذ غسان حصباني يعني الوضع اللبناني في ظل ما يحدث في الجنوب في ظل الفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال في وزراء بيقاطعوها ووزراء بيحضروا وما بيحضروا بظل الوضع بالبلد هل يعني أنت اليوم نائب وأنت نائب رئيس مجلس وزراء سابق هل عندك خوف حقيقي يعني بيقولوا لك أنه من هلأ لل 2025 ما في رئيس جمهورية ممكن لل 2026 ما في رئيس بس يمكن ما يبقى في لبنان بصيغته اللي بنعرفها هل فعلا عندك هذا الخوف بشكل سريع يعني دائما في تخوف من انه تتسوق الامور الى مكان ما حدا بده يروح له لكن كمان بدنا ما ننسى انه مش صارت عبثا هذه الشغلة هيك فجأة لحالها ولبنان لحاله انجر على الحرب والانهيار والتعطيل والى اخره بال 17 سنة الماضية في عندك 30% من الوقت ما كان فيهم رئيس جمهورية وتقريبا 30% 40% ما كان فيهم حكومة يعني عم نحكي بال 60 لل 70% من الوقت بال 17 سنة الماضية ما كان في دولة عم تشتغل شغلة مزبوط بلبنان لأنه في حدا خارج الدولة كل مفصل بتوصل له لحتى تشتغل شغله بيوقفها وبيضرب لها فريمات وبيعطلها بيخربها مثل ما عم نشوف اليوم ما في مش فرق وبيجر على حروب ساعة اللي هو بيشوفه مناسب اقليميا ومحليا لحتى يحقق اجندات معينة اليوم اذا اجى اموس هوكستين ولا ما اجى اموس هوكستين الاجندات اللي عم تتحقق على ارض لبنان كل واحد عنده اجندة كان طرف حزب الله ولا طرف الاسرائيلي رح يستمر يحاول يحققه بغض النظر ويتوارب عن ما يحاول ان يقوم به كان الامريكاني ولا الاوروبي ولا غيره علينا نحن بلبنان فعلا نحصن حالنا والمطرح الوحيد اللي فينا نحصن حالنا فيه هو فعلا الدستور اللبناني نبدا بانتخاب رئيس جمهوريه ومنه النهايه لانه منه كافي انتخاب رئيس جمهوريه انا بدي اشكرك بس هي بلز كلمه واحده اسرائيل تجرنا على الحرب نحن منا على حدود الفاتيكان الدوله الصديقه لنا نحن في حدنا عدو له اطماع بلبنان وبكل المنطقه هي اللي عم بتجرنا شكرا لك رضوان عطيل الصحافي والكاتب السياسي شكرا لك غسان حصباني عضو كتله الجمهوريه القويه ونائب رئيس مجلس وزراء سابقا أنا بدي أشكر أيضا النواب اللي طلوا معنا بمحور معين سجي عطية هادي أبو الحسن وجيمي جبور إلى اللقاء الأحد المقبل بحلقة جديدة